happier. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جوانا، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. على مدى 3 أيام المشهد كان مبهر وعظيم، كان في اصطفاف للمصريين في طوابير أمام كل لجان الانتخاب علشان يختاروا رئيس جديد لجمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات قادمة. الحقيقة الصورة كانت حلوة والمشهد كان جميل، وأحلى ما فيه كان حرص المصريين بمختلف الفئات، صغير كبير قعيد، في كان في ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن هم كلهم ينزلوا ويشاركوا في هذا السباق الانتخابي علشان مستقبلهم، عشان مستقبل ولادهم، عشان نعزز التجربة الديمقراطية اللي هنبني عليها كمان بعد الانتخابات الرئاسية، وعلشان يختاروا الرئيس اللي يقدر يتحمل المسؤولية ويعدي بينا 6 سنوات القادمة. الحقيقة أنه المشاركة الواسعة في التصويت واصطفاف المواطنين من كل الأجيال والفئات من جميع المحافظات في طوابير عشان بس يعبروا عن رأيهم وسط تنوع المرشحين اللي كان موجود، بيقول أنه الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو الوطن. الشباب اختاروا المستقبل، المرأة اختارت الاستقرار، الشعب المصري هو كان بطل هذا المشهد اللي قدر أن هو يختار بلده. في الحقيقة كمان اللي عايز أقوله إن ده هنبني عليه بعد سباق الانتخابات الرئاسية، يعني هيكون في بعد الانتخابات الرئاسية انتخابات لمجلس الشيوخ، انتخابات لمجلس النواب، انتخابات للمحليات، في تجربة ديمقراطية حقيقية بدأت في البلد من بعد الحوار الوطني اللي تبناه السيد الرئيس، واللي كان في عدد كبير جدا من مختلف التوجهات، يساري من اليمين من أحزاب، حتى حزب النور كان موجود، يعني كان كل الناس موجودين وكله كان بيعبر عن رأيه. اللي حصل في الانتخابات دي فاق كل التوقعات، المؤسسات الدولية اللي كانت بتتابع عملية التصويت أشادت أيضا بهذا التنظيم، أشادت بتسهيل عملية الاقتراع في كل اللجان، ويمكن عشان كده لم يتم رصد أي مخالفات تتعلق بعملية التصويت. ده غير كمان الجهد الكبير جدا اللي قام به الحقيقة يمكن كل القائمين على تنظيم هذه الانتخابات، ده غير كمان لازم يبقى فيه إشادة الحقيقة بحملات المرشحين اللي التزموا بكل الإجراءات القانونية بدون أي خرق لقواعد العملية الانتخابية. كمان لازم نشيد بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات اللي قدمت كل التسهيلات عشان نشوف هذا الكم الكبير من المشاركة في التصويت. واسمحوا لي ان انا اشارك حضراتكم تجربتي انا شخصيا في التصويت. انا رحت انتخبت امبارح، وانتخبت الحقيقة كمان في اخر يمكن ساعة في اليوم، حوالي الساعة 8 مثلا. كنت متخيلة ان انا وانا رايحة في هذا التوقيت ان انا هلاقي الزخم كان اقل شوية او مش هلاقي ناس كتير، لكن المفاجأة ان انا وانا حتى في طريقي لجنه الانتخاب بتاعتي لقيت انه كل اللجان اللي عديت عليها، ان كان بقى في مراكز شباب في مدارس ايا كان، لا قدامها ناس واقفه ومستنيه ان هي تروح تصوت. حتى يمكن مكان الانتخاب بتاعي لجنه الانتخاب بتاعتي لا كان فيها ناس كتير جدا، وكسبنا شباب بينظم العمليه الانتخابيه صحيح. وكسبنا احزاب طلعت كانت يعني ما بتخرجش من مكاتبها، النهاردة بتذهب وبتعمل مؤتمرات حزبية وبتشوف الناس وبتختلط بيهم. كسبنا تجربة ديمقراطية كاملة. القصة يا جماعة مش انتخابات رئاسية بس، القصة بدأت من الحوار الوطني، والانتخابات الرئاسية أحد محطاتها. في النهاية احنا عندنا مشهد ديمقراطي بيتشكل لمصر، بيتولد من جديد، أحزاب
ومستقلين وشخصيات عامة وشباب مشارك كلهم اتفقوا على مائدة الوطن أو جلسوا على مائدة الوطن، وده اللي هنشوفه كمان زي ما قلنا بعد السباق الانتخابي، إن هيبقى فيه أكتر من تجربة وحنستفيد بكل الكوادر اللي طلعت في الأيام اللي فاتت. بصبح عليكم مرة تانية، صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على إيه آخر أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جوانا، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. بنبدأ بجولة مرورية في شوارع القاهرة ومحافظات، بعدها جولة سريعة في أحوال الطقس. يلا بينا نبدأ مع حضراتكم دلوقتي نشوف أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا بنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. وشارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. وفي محافظة الجيزة هنروح لشارع الهرم اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية، والكثافات بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه الكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. تعالوا نروح مع بعض دلوقتي محافظة الإسكندرية، في هناك كثافات مرورية عند كوبري ستانلي على طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بالنسبة للشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا دلوقتي وهنروح لمحافظة أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد الطريق فيها سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 27، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع أمس تابع فيه مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل. أيضا شدت سيادته على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع عدد من ملفات عمل وزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج. دكتور مدبولي ثمن الدور الفاعل اللي بتقوم به وزاره الهجره كقناه اتصال وطنيه مع ابناء مصر المقيمين في الخارج، وتستمع الى مقترحاتهم ومطالبهم وتتفاعل معها ايضا. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
خلال الاجتماع تابع الرئيس مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل، خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، فضلاً عن مشروعات تطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات وأيضاً إنشاء المراسي النهرية. وشدد سيادة الرئيس على أن التعاون مع دول حوض النيل بيمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترك، خاصة في ظل ما تمتلك مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المشترك للقارة الإفريقية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. خلال الاجتماع تم استعراض موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2023-2024، وتمت الإشارة إلى أنه إجمالي عدد الطلاب المقبولين للالتحاق بتلك المؤسسات وصل ل 979,485 طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية، وإن عدد المؤسسات التعليمية المتاحة بيصل ل 323 ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد عليا ومتوسطة ومعاهد فنية حكومية ومعاهد صحية والجامعة العمالية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وثمن رئيس الوزراء الدور الفاعل اللي بتقوم بيه وزارة الهجرة كقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر في الخارج للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم والتفاعل معها. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مسؤولي الفرع الطبي بجامعة تكساس سيستم الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري ممثل في جامعة بادية الخاصة، وده تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لديها اقتناع تام بأن القطاع الخاص سيقوم بدور رئيسي في هذا الشأن، منوهاً بالتوسع في إنشاء المزيد من الجامعات والمراكز البحثية، كما أكد أن مصر تتطلع لبناء المزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب التي تلتحق بالجامعات المصرية سنوياً. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني لدى طلبة الجامعات، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الندوات التثقيفية بجامعات كفر الشيخ وبني سويف وحلوان، وده بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء تلك الجامعات. وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة أشار خلالها للتحديات والأزمات التي تواجه حاضر ومستقبل الشباب وما تقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة أسوان فريق قادرون باختلاف نظم عدد من الفعاليات لذوي الهمم واللي أدوا عدد من الفقرات الفنية والأغاني النوبية والوطنية من أجل تشجيع المواطنين علشان يشاركوا في سباق الانتخابات الرئاسية. أما في الأسكندرية فقد اصطف الأهالي أمام لجان الانتخابات رغم صعوبة الجو وسقوط الأمطار. كمان امبارح في العالمين الجديدة كان في إقبال كبير على لجنة المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية، أما في الغربية فعمال غزل المحلة شاركوا أيضا بكثافة في الاقتراع داخل اللجان. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، فأسوان أدى فريق قادرون باختلاف اللي بيضم عدد من ذوي الهمم التابع لمديرية الشباب والرياضة في أسوان فقرات فنية وقدمت الأغنيات النوبية والوطنية أيضاً، وده لتشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط أجواء حماسية ووطنية مميزة. في الإسكندرية توافد الأهالي على لجان الانتخابات رغم سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وشهدت لجنة المغتربين حي العجمي توافد عدد كبير من الناخبين وجرى إدخالهم داخل ساحة الحي للاحتماء من مياه الأمطار. في جامعة سوهاج قدم الطلاب مشهد تاريخي في حب مصر بالإقبال الكثيف وغير المسبوق في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وشارك ما يقرب من 50,000 طالب وطالبة في التصويت أمس، بما يعكس وعي الطلاب بأهمية المشاركة في اختيار مستقبلهم.
في العالمين الجديدة شهدت لجنة المغتربين إقبال كثيف من الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيام التصويت، واصطف الناخبون أمام لجنة المغتربين في طوابير لاختيار رئيس مصر القادم ولدعم الدولة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ورفع الناخبون أعلام مصر أمام اللجنة الانتخابية معربين عن سعادتهم في أداء حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات. في الغردقة نظم الأهالي مسيرة حاشدة سيراً على الأقدام والسيارات جابت أرجاء المدينة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. بدأت المسيرة من أمام جمعية أبناء قوس مروراً بشارع الحجاز ثم لجنة مدرسة رجاك أحد أكبر اللجان للوافدين. في الغربية خرجت حشود عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أمام لجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واصطف مئات العمال أمام اللجنة حرصاً منهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم. في الشرقية حرص كبار السن من نزلاء دار المسنين بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، واصطحب المشرفون بالدار النزلاء للجنة الوافدين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وفي لافتة إنسانية حرص المستشار محمد عبد السميع رئيس اللجنة على مساعدتهم وتقديم كافة التسهيلات ليهم. مشاهدينا فقراتنا مستمرة معاكم لحد الساعة 10 صباحاً، هيكون معانا مواضيع مختلفة منها على سبيل المثال كيف تناولت الصحف الأمريكية المشاركة الواسعة في الانتخابات المصرية، كمان هيكون معانا مبادرة كن فعالاً لاكتشاف المواهب، ده غير هينورنا في استوديو صباح الخير يا مصر ثلاث شباب مصريين تم إضافتهم على قائمة الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس، وفقرات تانية كتير. نروح لفاصل سريع نرجع لحضراتكم. نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصل إلى حد السيول على مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء، وعلى فترات طبعا متقطعة. أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري وقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن في فرص لسقوط أمطار النهاردة، أنا كان عندي ملحوظة امبارح إن أنا كنت في مصر الجديدة والدنيا مطرت فجأة، وبعدين أنا بكلم صحابي قالوا لي إحنا ما عندناش مطر، فهي مطرت فوقي أنا بس، يعني المطر كانت امبارح في مناطق معينة بس من القاهرة ولا كانت على مناطق مختلفة؟ والنهاردة أخبار الأمطار إيه؟ هي بالفعل الامطار دايما لما بتحصل بنلاقيها في مناطق ومناطق، ده طبيعه وجود السحب، السحب بتبقى متجزئه فممكن نلاقيها في مناطق ومناطق اخرى لا، يمكن احنا بالفعل بالامس شاهدنا سقوط امطار في معظم محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد. الامطار دي كانت متفاوته في الشده على المحافظات الساحليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، كمان بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، لكن ده طبعا كان وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه بسبب تاثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا. اليوم المنخفض الجوي ده هيبدا يتحرك بشكل كبير باتجاه الشرق فيبدا ياثر علينا بامطار، لسه في استمرار لسقوط الامطار لكن كمياتها هتكون اقل من امس في بعض الاماكن، لكن هتكون بزياده او بشكل زياده في المناطق الموجوده في شرق جمهوريه مصر العربيه وتحديدا في محافظه شمال سيناء، تكون امطار متوسطه ممكن تغزر احيانا. الطبيعه الجغرافيه في محافظه شمال سيناء ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول في المحافظه، بالاضافه كمان امطار متوسطه على السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، تمتد الامطار بكميه
السرعه قلت، شده اقل من المناطق الداخليه، فتمتد امطار خفيفه للوجه الجنوب، الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه، بعض الاماكن من خليج السويس. ويمكن الساعات الماضيه يمكن حتى الان في تساقط الامطار في بعض المناطق المتفرقه من القاهره الكبرى، وتحديدا في شرق القاهره الكبرى عليها سقوط امطار، ومتوقع استمرارها خلال الساعات القادمه بشكل متفاوت وبشكل يعني متقطع. بالاضافه كمان اليوم هيكون في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 21 درجه مئويه فقط النهار، فبالتالي احداث الطقس اقرب للجو الفكري اللطيف تماما فقط النهار في معظم المحافظات البصريه. فترات الجو هيظل فيها انخفاض منصوص في قيم درجات الحراره، خاصه ساعات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر، اجواء بارده في معظم المحافظات. صغرى فترة الليل متوقعة انها تكون 14 درجة مئوية. المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، تحس بالبرودة أكثر، تحس بقيم درجات حرارة كمان أقل من 14 درجة مئوية. كمان اليوم متوقع تكون في نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهورية، غير مثير لأي رمال وأتربة، لكن هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، يخلينا نحس أكثر في برودة الطقس. مع غدا الخميس إن شاء الله تبدأ تتلاشى فرص سقوط الأمطار من أغلب مناطق الجمهورية. يكون في استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير، مرتفع جوي هياثر علينا في طبقات الجو العليا، فبالتالي هيكون في عوده لظهور الشفوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فيكون معاها طبعا انخفاض في الرؤيه صباح الباكر. عشان كده احنا هننصح كل الساده المواطنين لازم اول حاجه ناخد بالنا من نوعيه الملابس، لازم جاكيت واحنا خارجين بقى دايما، خلاص ملابس شتويه وجاكيت واحنا خارجين فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر. القياده تكون بالترتام على اغلب الطرق مع سقوط الامطار، او حتى كمان مع طبعا الشبور المائيه فتره الصباح الباكر غدا باذن الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، نصائح مهمه جدا من هيئه الارصاد لازم نخلي بالنا منها. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية 21-13، الإسكندرية 21-12، والعلمين الجديدة 20-14، مطروح 20-13، ودمياط 20-14، بورسعيد 22-13، والإسماعيلية 22-12. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12، والعريش 21-11، كاترين 15-4، وطابة 22-14، حلايب 26-19، وشلاتين 27-20، شرم الشيخ 24-16، والغردقة 25-16، الفيوم 21-11، وبني سويف 21-10، الوادي الجديد 22-8، وأسيوط 22-9، سوهاج 22-10، إنا 22-11، الأقصر 23-14، وأسوان 24-14. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. أشكرك يا هالة، شكرا جزيلا. شكرا يا هالة. شاهدينا خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي ونتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة طبقاً لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات هتنتهي عمليات الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الفرز والاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات المشاركة في الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. النهاردة هيبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض المنطقة الأولى لمسلسل رقم 3 و4 و5 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى. النهاردة هتجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق، وده بحضور جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني لجلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق. وخاض الأهلي أول مران له بالسعودية على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية استعداداً لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع بروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة 10 ليلاً.
في نفس التوقيت مباراة اي سي ميلان الإيطالي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. في الحقيقة كان في صورة حضارية قدمها الأشخاص ذوي الهمم اللي كانوا حريصين على المشاركة بكثافة في تصويت للانتخابات الرئاسية. ذوي الهمم قدموا مشهد عظيم أمام العالم كله، مش أمام المصريين بس، كان مشهد بيعكس الحرص الدائم على أداء الحق الدستوري بكل إيجابية، وخصوصا أن كان في أيضا على الجانب الآخر تسهيلات من الدولة اتعملت لتشجيعهم أن هم يكونوا حاضرين خلال هذا المشهد. معنا على الهاتف دلوقتي الأستاذ حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم عشان نتعرف منه على التفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية يعني حابين نعرف منك عن الصور المشرفة يمكن لفتت انتباه الجميع في مختلف المحافظات الحقيقة من خلال مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية خلال الثلاث أيام اللي فاتوا. صباح الخير استاذ جوانا، صباح الخير استاذ مصطفى. خلينا اقول لحضراتكم الاشخاص ذوي الاعاقه ضربوا مثل حقيقي في المشاركه الايجابيه، وقدموا صوره حضاريه عن الدوله المصريه، وكمان كانوا بيقولوا ان احنا حصلنا على عدد من الاستحقاقات خلال الفتره اللي فاتت والعشر سنين اللي فاتوا، وكان لابد ان احنا كلنا دور حقيقي في بناء الوطن، ما يكونش دور كده وخلاص. عايز اقول لحضرتك انه على مستوى كل المحافظات متابعينا رصدوا الخروج الإيجاب من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقتهم بشكل كبير جدا على كل اللجان. كمان في نقطة تاني، فكرة التيسيرات والإتاحة اللي قدمت من خلال التعاون اللي حصل ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة اللي فاتت، واللي أسفرت النهاردة إن احنا نلاقي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية متاح ليهم طريقة التصويت بطريقة برايل، ويبقى ليه خصوصية وهو بيدلي بصوته الانتخابي ورا الستارة، إنه حتى لا يتخلف أحد عن الركب، وان الكل يبقى موجود داخل دائره الاستحقاق الانتخابي، والكل يبقى موجود داخل دائره الحقوق، ده امر مهم جدا في المشهد. النقطه الثانيه اخواتنا من اصحاب الاعاقات السمعيه، انت كنت بتحتاج مترجم اشاره علشان خاطر يقدر يتعامل معاه، يقدر ان هو يوجه له الامور المتعلقه بفكره التصويت بيكون ازاي. النهارده البوستر اللي تم التعاون بين المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه والهيئه الوطنيه للانتخابات، واللي كان بيترجم بلغة الإشارة كافة الإرشادات وكافة الخطوات اللي بتساعد الناخب من ذوي الإعاقة السمعية إنه يدلي بصوته، ده كان أمر مهم جدا. وعايز أقول لحضراتكم إنه بطلة البوستر نفسه اللي كان موجود على كل اللجان الانتخابية سواء في الداخل أو في الخارج هي واحدة من إخواتنا العاملين داخل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ده بيقول لحضرتك مدى حرص الأشخاص ذوي الإعاقة على فكرة الإدلاء بصوتهم الانتخابي ومشاركتهم في بناء وصنع الجمهورية الجديدة. النقطة الثالثة، التيسيرات اللي حصلت من إخواتنا من أصحاب الإعاقات الحركية من توفير الكراسي المتحركة، اللجان اللي موجودة في الطور الأرضي، مساعدة القضاء في بعض الأدوار في بعض اللجان اللي كانت اللجان فيها في الدور الثاني أو أدوار علوية، متابعينا على مستوى الجمهورية اللي كانوا موجود منهم 150 على مستوى الجمهورية، بالإضافة ل 5000 متابع ثاني من اللي صدر لهم تصريح متابعة لبعض الهيئات والجمعيات والمنظمات، كلهم كانوا بيتكلموا على مدى حرص وتعاون القضاء إن هم كانوا بينزلوا لغاية الشخص ذوي الإعاقة للإدلاء بصوته. النقطة الثانية كانت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عندنا، واللي كانت مستمرة ومنعقدة على مدار الساعة في تواصل لحظي بينها ما بين كافة غرف العمليات الأخرى، كنا بنستقبل مكالمات التليفون اللي فيها حرص من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي مش قادرين ينزلوا عشان يدلوا بصوتهم نظرا لإعاقتهم، علشان خاطر إن هم عايزين يلبوا هذا الاستحقاق، كان بيتم تواصل لحظي من غرفة العمليات وبين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وكان بيتم بالفعل توفير وسيلة انتقال بتنتقل ليه العربية لغاية بيته وينزل يدلي بصوته واستحقاقه الانتخابي ويرجع تاني، لدرجة إن احنا كنا بنستقبل اتصالات تليفونية كانت بتشكر الجهد اللي قامت بيه الدولة المصرية والجهد اللي قامت بيه الهيئة الوطنية والجهد اللي قام بيه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن احنا نلاقي هذه الانتخابات بشكل حضاري. صحيح أستاذ حسام. الأهم ده إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم نازلين كانوا بينزلوا لوحدهم، كانوا بينزلوا هم وزويهم، وده بيأكد لحضرتك نجاح فكرة الوعي. احنا اشتغلنا في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة اللي فاتت على فكرة الوعي، لفينا من خلال المبادرة اللي طلعت بسبب الانتخابات اسمها مبادرة صوتك حقك، لفينا 27 محافظة انتقلنا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المجلس ل 27 محافظة، قابلنا الأشخاص ذوي الإعاقة في القرى والنجوع، رفعنا الوعي المتعلق بفكرة المكتسبات اللي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة
الفترة اللي فاتت. صحيح. ووصلنا للأشخاص ذوي الإعاقة كل الخطوات والتيسيرات وسبل الإتاحة اللي تم توفيرها داخل اللجان، علشان نقول للأشخاص ذوي الإعاقة لابد أن نكون صورة حقيقية ومشرفة تكون بتضرب مثل حقيقي قدام مصر وقدام العالم وقدام الكل، في أن النهاردة كافة هذه الاستحقاقات كانت بالنسبة لنا إحنا يعني حق، فبالتالي علينا واجب لازم نأدي ناحية بلدنا. طيب في الحقيقة يعني دي مش أول مرة نشوف فيها إقبال من ذوي الإعاقة وتنظيم من المجالس المتخصصة المسؤولة عن هذا الأمر، إن هم يبقى في تعاون بينهم بين الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن أنا عايز أسأل على نسب الإقبال. هل في نسب رصدت في هذا الماراثون الانتخابي ونسب رصدت قبل ذلك؟ هل في أرقام معينة نقدر نقول فيها هنا حصل إيه هنا حصل إيه؟ هل في أرقام متعلقة أيضا بالأعمار اللي نزلت؟ يعني كلمني عن الأرقام اللي عند حضرتك يا أستاذ حسام. خليني أقول لحضرتك إنه كمان كما تم إعلانه امبارح من الهيئة الوطنية للانتخابات إن أنت ما عندكش حصر حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة تقدر إن أنت تعتمد عليه، لكن كمان كان التعاون الثلاثي اللي حصل ما بين الهيئة وما بين المجلس وما بين وزارة التضامن الاجتماعي في إنه على الأقل زي ما أعلنت امبارح الهيئة إنه كان في 1,300,000، لكن أنا عايز أقول لحضرتك إنه الأعمار المسجلة داخل قواعد الكشوف الانتخابية من الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لتعداد الجهاز المركزي للتوعيه العامه والاحصاء 2.5 مليون من الاشخاص ذوي الاعاقه لهم حق التصويت، يعني بلا مبالغه اقدر اقول لحضرتك انه يعني حوالي من 70 ل 75% من الاشخاص ذوي الاعاقه كانوا موجودين داخل هذا السباق الانتخابي. نسب المشاركه زادت تقريبا بنسبه 100% عن الفترات اللي فاتت، لانه ببساطه التيسيرات اللي حصلت المره دي كانت مهمه جدا. عايز اقول لحضرتك ان الدكتوره ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه كانت حريصه خلال الثلاث شهور اللي فاتت مع الهيئه الوطنيه ان يتم تسجيل كافه الامور علشان خاطر نلاقي حياه انتخابيه ونلاقي نزول حقيقي للاشخاص ذوي الاعاقه، وليكن على سبيل المثال ان بطاقه الاقتراع اللي كانت موجوده جوه اللجان الانتخابيه حصل عليها اكثر من بروفا زي ما بنقول جوه المجلس من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه نفسهم، علشان نشوف اليه التصويت ونشوف الامور المتعلقه بفكره ان البطاقه تطلع بشكل ميسر للاشخاص ذوي الاعاقه، ده ساعد حضرتك انك تزيد النسبه عن الاستحقاقات اللي فاتت بالشكل الكبير اللي احنا شفناه المره دي اللي ممكن يكون بيفوق بالفعل ارقام كبيره جدا. النقطه الثانيه فكره الشباب من الاشخاص ذوي الاعاقه اللي لديهم الوعي الحقيقي ان هم ينزلوا هم وزويهم علشان خاطر المشاركه. احنا النهارده كنا بننزل نلاقي الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم هم اللي بيساعدوا بعض، يعني احنا كان عندنا صوره مشرفه وحقيقيه في اليوم الثاني الاشخاص من قصار القامه وهم بيتعاملوا مع الاشخاص زمايلهم من ذوي الاعاقات السمعيه وواخدين بعض ورايحين للجان الانتخابيه. ده رفضناه ان لا الشخص ذوي الاعاقه وراح اللجنه الانتخابيه مش رايح لوحده، في مشهد حضاري موجود بيقول لك ان كل حد بيشد الثاني وبيوصل المعلومه للثاني عشان خاطر فكره النزول. متابعينا رصدوا ده على كل المستويات، ولكن كمان احنا منتظرين الارقام النهائيه من اللجنه الوطنيه من الهيئه الوطنيه للانتخابات علشان خاطر واحنا اكيد هنتواصل مع حضرتك طبعا عشان كمان نعرف الارقام بالتحديد. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حسام الدين الامير المستشار الاعلامي للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، شكرا لحضرتك. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وهنروح تحديدا لاسيوط. ومعروف ان اسيوط من المحافظات المشهوره بانتاج الرمان بجوده عاليه، عشان كده هيتم انشاء منطقه لوجستيه للرمان في محافظه اسيوط لزياده معدلات التصدير، ويكون في كمان قيمه مضافه لصادرات الرمان من مصر. يعني دي فقره خاصه عن الرمان ولمحب الرمان. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن الموضوع ده بالاستاذ ممدوح حماد وكيل وزاره التموين في محافظه اسيوط. صباح الخير يا استاذ ممدوح. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذ جمان، بصب على كل مشاهدينكم، بصب على كل مصر، صباح الفل يا فندم. ايه الاهداف اللي الدوله حطاها علشان نعمل منطقه لوجستيه للرمان في محافظه اسيوط؟ قبل كده المشهد بتاع الرمان كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي؟ لما اجي اتكلم في الاول يا فندم عن المنطقه اللوجستيه دي، باذن الله هيتم اقامتها في المدينه الصناعيه بالكوم الاحمر في مركز البداري. السبب في اقامه المنطقه اللوجستيه دي يا استاذ مصطفى ان الدوله عايزه تدي قيمه مضافه لصادرات مصر من الرمان. المنطقه اللوجستيه دي بيتم انشائها على مساحه حوالي 40 فدان، تم تخصيصها من هيئه الاستثمار سنه 2014.
السنه دي بفضل الله وبتوجيهات اللواء عصام سعد وبالتنسيق مع وزاره التموين المتمثله في الدكتور علي مصلحي واللواء عصام سعد، تم تخصيص حوالي 100 مليون لترفيق وتركيب وتوصيل المرافق في المنطقه دي. باذن الله سيتم اقامه مصنع لتصنيع الرمان في المنطقه اللوجستيه على مساحه حوالي 30,050 متر. الهدف من اقامه المصنع ده استاذ مصطفى ان يتم فيه فرز وعصر وتعبئه وتغليف الرمان. والسبب في اقامه المصنع ده في المنطقه دي بالذات يا استاذ جمان ان مركز البداري بيزرع حوالي 7,000 فدان رمان. ما اجي اتكلم عن انتاجيه الفدان بتبلغ حوالي 20 طن من الرمان سنويا، انتاجيه الفدان. وكمان لو باذن الله لما يتم انشاء المصنع ده ممكن نجذب الانتاج مركز منفلوط ومركز صدف، ودول برضو من المراكز عالية الانتاج في انتاج الرمان. بفضل الله في المصنع ده هيتم انتاج عدة منتجات، اما دبس الرمان وعصير الرمان، وكمان الناتج التصنيع يا فندم يتم استخدامه في مصانع الاعلاف. طيب استاذ ممدوح، يعني برضو حابين نعرف من حضرتك، هتتكلم عن انشاء مصنع عشان يبقى فيه منتجات عشان نقدر نحقق القيمه المضافه، بس مهم جدا عشان نقدر نحقق ده ونحقق نحقق ان احنا يبقى عندنا منتجات نقدر نصدرها للخارج، لازم يبقى فيه تكنولوجيا عالية موجودة في المصانع دي، فخليني اعرف من حضرتك رؤية تطبيق الجانب التكنولوجي في هذه المصانع. طبعا بفضل الله وبتوجيهات اللواء عصام سعد هيتم انشاء المصنع ده على اعلى ميكنة. وعايز اقول لحضرتك السبب في انشاء المصنع في المنطقه دي، تمام، ارتباط المنطقه دي بشبكه مواصلات عاليه جدا تربط المنطقه الصناعيه بجميع القرى والمزارع المحيطه بالمصنع ده. كمان حاجه ثانيه، تم انشاء سوق على مساحه 5 فدادين بيتم تجميع فيه الرمان باذن الله وتوريده للمصنع ده. وكمان حاجه ثانيه، بدل ما توجه ولم الرمان والتجار ياخدوه يصدروه للخارج في صوره منتجات، لا انا استفيد به كدوله واعلي به القيمه المضافه لانتاجيه الرمان والدوله تستفاد به اكثر من التصدير للخارج. طب كلمني عن ردود الافعال، الاهالي عملوا ايه؟ الناس في منفلوط بالذات، وعارفين الرمان المنفلوطي من اجود الانواع، يعني التجاوب كان عامل ازاي في ظل وجود او انشاء هذه المنطقه اللوجستيه الجديده؟ عايز اقول لحضرتك يا فندم ان الدول التجار والاهالي في البدايه رحبوا جدا بالمنطقه دي لسبب واحد، بدل ما التاجر اللي هياخد الرمان ويصدر للخارج وبياخده بثمن بخس، لا المصنع هيستفاد منه والاهالي هتستفاد منه والدوله نفسها هتستفاد منه. طب هل في جدول زمني لافتتاح هذه المنطقه عشان تقدر تقدم كل هذه الخدمات والعماله كمان يا فندم؟ واحنا بنتكلم على مصانع فيها كمان جانب كبير من التكنولوجيا، لازم يكون في كمان عماله مدربه. هو توجيهات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط ان يتم بقدر الامكان انشاء المصنع في اسرع وقت، تمام، وده بدوره هيجذب عدد كبير من العماله سواء من مركز البدارة او من المراكز المحيطه بيه. طب والعائد اللي احنا مستنيينه هيبقى عامل ازاي؟ احنا بنتكلم في الوقت الراهن، لكن مستقبلا هنعمل ايه؟ يعني متوقع قد ايه؟ في ارقام على القصه دي ولا لا؟ ما اجي اتكلم زي ما قلت لحضرتك يا استاذ مصطفى ان المركز البداري بس لوحده بيزرع 5,000 فدان، انتاجيه الفدان الواحد 20 طن، طبعا باذن الله هيتم تجميع كميات كبيره، وكمان زي ما قلت لحضرتك هيتم تجميع انتاجيات مركز صدفه ومركز منفلوط، وده بدوره بيعلي انتاجيه المصنع باذن الله، وبدوره بيعلي القيمه المضافه لانتاجيه الرمان، وبدوره الدوله طبعا هتستفاد منه. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ ممدوح حماد وكيل وزاره التموين باسيوط، شكرا ليك يا فندم.
دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلتنا هالة الحملاوي. تفضلي هالة. شكرا مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أهم أحد ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والري. أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت الانتخابات التي أجريت على مدار 3 أيام إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين، ونافس خلالها 4 مرشحين، حيث تمت تحت إشراف قضائي كامل. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأيد القرار 3/4 أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة، حيث صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل 8 دول أخرى، وأيدت 153 دولة القرار، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تجاهل هذه القوة الهائلة من رفض المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي. Draft resolution A/ES10/L27. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال مندوب مصر بالأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة سيدخل المنطقة في حرب إقليمية، وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع، مشيرا إلى أن مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على منازل المواطنين بخان يونس، مشيرة إلى وجود اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين بينهم قائد الكتيبة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت الحي الشرقي لجنين بعد تجدد الاشتباكات مع المقاومة، مشيرة إلى أن الاحتلال عزز آلياته وجرافاته في المنطقة. وفي بيت لحم أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الذي داهم عددا من المنازل واعتقل العشرات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن الأوضاع بقطاع غزة. وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن سوليفان سيؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة. وكان بايدن قد حذر في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خسارة إسرائيل للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة بسبب قصفها العشوائي للقطاع. أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا، وقال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن حكومته ستعمل الآن من أجل إدراج هذا القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حد لقوارب المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم من جديد. كن فاعلا، دي مبادرة جديدة تم إطلاقها امبارح لتنمية وتعزيز القيم الإيجابية من أجل اكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية عن طريق تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة واكتشاف هذه المواهب من خلالها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد عبد الحافظ رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل. لكن الحقيقة وإحنا بنتكلم زي يعني في بداية حلقتنا وبننوه على عن فقراتنا اللي هتكون موجودة معنا النهاردة، وهي مبادرة كن فعالا. هذه المبادرة هي مبادرة مهمة جدا الحقيقة، هي مهتمة باكتشاف المواهب من دور الرعاية. وأعتقد إحنا طول الوقت بنقول إن مصر يعني مواهبها لا تنضم، طول الوقت في مواهب موجودة، طول الوقت عندنا جواهر الحقيقة محتاجين إن إحنا بس نكتشفها. خلينا نعرف أكتر تفاصيل من دكتور محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا، صباح الخير على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وسعداء طبعا باللقاء و الإضاءة على هذه المبادرة المهمة جدا اللي زي ما حضرتك قلت معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني بتؤكد في الحقيقة على فكرة إن احنا يجب إن احنا نصل إلى الأماكن اللي محدش كان بيوصل لها قبل كده، اللي هي اللي تحيي فكرة العدالة الثقافية مع مجموعات ومجموعات من الأطفال. يجب ان احنا نوصل لهم لان فيهم مواهب كبيره جدا. صحيح. زي اطفال دور الرعايه بانواعهم المختلفين، وزي ايضا اطفال الاماكن الامنه اللي هي كانت العشوائيات قديما، وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه. فكره تحقيق العداله مع كل فئات الشعب المصري. حلو مفهوم العداله الثقافيه، ولكن خلينا بقى نترجمه. هنعمل ايه؟ يعني ازاي هنقسم او نكتشف المتميزين في الغناء، في التمثيل، في المسرح، في الكتابه او التعبير الادبي، المحافظات اللي هيتم فيها؟ كلمني اكتر عن القصه. هو مبدئيا احنا هنشتغل على ثلاث محافظات اللي هي القاهره والجيزه والقليوبيه. كويس. في المقام الاول، مرحله اولى، وبعد كده هننتقل الى باقي المحافظات باذن الله. الأول إن كل الأطفال في كل مصر بلا تمييز من حقهم إن هم يتقدموا في كل الجوائز والمسابقات اللي بتعملها الدولة بصفة عامة ضمن برنامج أو هدف بناء الإنسان المصري، وضمن البرنامج اللي كلنا شغالين عليه اللي هو دعم ورعاية المواهب. على سبيل المثال جائزة الدولة المبدع الصغير فاز فيها من سنة أو من سنتين بعض أطفال دور الرعاية أيضا، يعني معنى كده إن مفيش حاجة يعني ممنوعة عن حد أو حد آخر متميز بها عن حد، ولكن هذه الأماكن تحتاج إلى رعاية أكثر، بمعنى إن إحنا المفترض هنعمل مجموعة من المسابقات الخاصة بيهم بصفة خاصة، يعني هيبقى لهم مسابقات في الأدب، في القصة، في الشعر، في كتابة الرواية مثلا، كتابة المقال. كويس. هيبقى فيه مسابقات في الغنى، في العزف، هيبقى فيه مسابقات في ممكن الابتكار، بالإضافة إن احنا نبقى حريصين إن كل المسابقات اللي هي بيقيمها المركز القومي الخاص ثم وزارة الثقافة إن هي توصل لهذه الفئات من أولاد. ده بالإضافة إلى فكرة القوافل الثقافية اللي احنا بنروح لهم أيضا، ولكن مش مجرد، مش هيبقى المرة دي بقى مجرد قافلة ونمشي، لا، هيبقى احنا عندنا فكرة ثانية، وهي ان فكرة الاستمرار مع مجموعة معينة من الأولاد، وده بنطبقه في مشروع ثاني اسمه معاك أيضا معالي وزير الثقافة دشنته ووافقت عليه مع أطفال الأماكن الأمنة. فكرة الاستمرار والاستدامة ده أمر مهم جدا في الوصول لهذه الأماكن. استمرار واستدامة يا دكتور، بمعنى أنه لو في يعني بعد الكشف عن المواهب للأشخاص أو أطفال دور الرعاية، هل ده هيكون بمثابة تدريب ليهم، تنمية لموهبتهم اللي تم اكتشافها؟ هي دي الفكرة الأساسية، فكرة التنمية. ولذلك احنا عندنا مثلا في الوزارة في المسابقات المختلفة ما بنكتفيش بفكرة أن احنا نكتشف الموهبة، لا، في عندنا مجموعة من الإجراءات بتتم بعد اكتشاف الموهبة. هدي مثال برضك، يعني مثال أكثر وضوحا هو مثال جائزة الدولة. احنا على سبيل المثال عاملين
جائزة وسلسلة للأطفال لنشر كتب الأطفال المبدعين، واللي بيرسم على الأطفال المبدعين أيضا، وأيضا الولاد اللي هم بيفوزوا في التطبيقات والابتكارات. إحنا متواصلين مع المركز القومي للبحوث، وتم اختيار طفلين من الصعيد علشان لهم اختراعين مهمين جدا. هذا المركز سوف يتم سيقوم باحتضانهم في الفترة القادمة بمبالغ سنوية عشان يوصلوا لمرحلة فعلا ان هو بقى مخترع. يعني انا مش هخترع، يعني مش هكتشف الطفل واسيبه وامشي، لا، ضروري ان احنا نشتغل عليه علشان نوصله لمنطقة امنة عشان يحقق هدفه في النهاية. هو بيحقق ده لصالح مصر. يعني الطفل اللي هو او الطفلين اللي هم من الصعيد اللي هم هيتم احتضانهم في المركز القومي للبحوث ده في النهاية هيبقى اثنين مخترعين لمصر في النهاية، مش مجرد ان انت طبعا. الفكرة الاساسية من فكرة دعم ورعاية الموهبة. يعني طيب، يعني لو قلنا غنى هنعمل حفلة وندعو فيها مسؤولين كبار، لو قلنا مسرح هنعمل نفس الكلام، لكن فيما يتعلق بكتابة القصة والمقال والاشياء الادبية هنبرز دول ازاي ونهتم بيهم ازاي، وخصوصا ان دي بقت عملة نادرة جدا. تمام، دي طبعا شغالين عليها. احنا عندنا سلسلتين، عندنا سلسلة اسمها من طفل لطفل، ده طفل بيكتب وطفل تاني بيرسم. يعني الاولاد اللي هم هيفوزوا هنطلع لهم ده في سلاسل أدبية، واحنا عندنا سلسلتين مبدئيا كويس. في وزارة الثقافة والمركز القومي لشؤون الطفل مع المجلس الأعلى للثقافة دكتور هشام عزمي، بنطلع كل سنة الأولاد اللي بيفوزوا. يعني لو حابين حضراتكم إن احنا نرسل لكم الأعداد اللي هي صدرت للأطفال، ده كانت تبقى يعني يسعدنا في أقرب وقت، واللي بيرسم لهم أطفال كمان. يعني احنا بنبقى حريصين على أساس إن طفل يكتب وطفل يرسم. في الحالة دي انت بتقدم طفلين مش طفل واحد، يعني زي ما بيقولوا انك بتقدم موهبتين. يعني فان شاء الله هيبقى في سلسلتين دول هيستوعبوا، وسلسله من طفل لطفل هي اللي هتستوعب اكتر، لان الثانيه هتبقى مرتبطه بجائزه الدوله. فده يسعدنا جدا، بالاضافه كمان ان احنا بنطلع ده وبننشر ده على عندنا حاجه اسمها موقع عيالنا، ده موقع للمركز القومي لثقافه الطفل، وعندنا الصفحه الرسميه، وبنستعين بالاولاد اللي هم الشعراء دول معانا بقى في معرض الكتاب، معانا في احتفالات رمضان، بنقدمهم وبنجيب شعراء بنكتب وبيعلقوا عليهم وبينتقدوهم. مش الانتقاد، يعني بيقولوا لهم ايه اللي ممكن يشتغلوا عليه، يعني المفترض يستفيدوا منه. طيب بالاضافه كمان لعمل ورش لهم، يعني احنا بنعمل دايما ورش في الكتابه في المسرح وفي القصه وفي الشعر وفي عروض الشعر العربي. حلو هذا. دكتور محمد، خلينا نرجع لخطوة لورا مع حضرتك. فكرة الكشف عن المواهب من الأطفال الموجودين في دور الرعاية الاجتماعية، إزاي بيتم الكشف عن هذه المواهب؟ هل من خلال دار الرعاية نفسه، يعني هم اللي بيقدموا لحضراتكم كشف بأسماء الأطفال اللي عندهم مواهب مختلفة، ولا حضراتكم بتنزل لجنة في الدور دي وبيشوفوا بنفسهم؟ يعني إيه اللي بيحصل؟ والله هو ممكن يبقى الأمرين، إنما الأمر ده هيتم من خلال مسابقات هنرسلها لهم في الحقيقة، وممكن يتم كمان من خلال القوافل. يعني لو في بعض صور كنت بعتها للأستاذ أحمد، بيلتقوا مع الأولاد بشكل مباشر، هو يلتقوا معاك بشكل مباشر، فممكن المشرف اللي موجود يقول إن الولد ده بيحب الرسم مثلا، أو الطفل ده بيحب الكتاب. المسابقة نفسها هي اللي بتفرز، يعني لما يتعمل مسابقة على المستوى ده هي اللي هتفرز اولاد بقى الايه اللي بيرسموا، الاولاد اللي بيكتبوا، الاولاد اللي هم ممكن يبقى بس عندهم. المسابقه دي يا فندم بتحتاج مستوى برضو معين، في ناس بيبقى او في اطفال بيكون عندهم حتى بدايه الموهبه بس مش كافيه ان هم يشتركوا في مسابقه. ما هو حضرتك انت عندك بيبقى عندك حاجه اسمها في المسابقات فئتين عمريتين، وعندك مستويات، يعني وفي حاجه اسمها شورت ليست، قائمه قصيره وقائمه طويله. انت المفترض لما بتشتغلي مع الاطفال بالموهبه بيبقى انت عندك مثلا لو تقدم على سبيل المثال 100 طفل، هيبقى عندك قائمه طويله مثلا من 20 او 300 مثلا، هيبقى عندك 20، ال 20 دول هتعرف ان الولاد دول هم الاكثر موهبه في المنطقه دي. صحيح. اللونج ليست بعد كده بيبقى شورت، خلاص دول الاكثر بقى موهبه يعني، واللي محتاجين فكره الرعايه او النشر، بس التانيين انت تقدر تشتغل عليهم
على اعتبار محبين للكتابة، وبعد هذا الحب بيجي فكرة بقى التدريب بعد كده يعني. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل. خلينا نروح سريعا لموجز الأهم وآخر الأخبار الرياضية محليا وعالميا بصحبة زميلتنا هلا الحملة. تفضلي هلا. شكرا مصطفى، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقام مرنه الأول امبارح على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وده استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية. وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية. لاعبو الأهلي حرصوا على الاحتفال ببيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وتهنئتهم قبل انطلاق المران بعد فوزهم بجائزة أفضل لاعب أفريقي محلي وأفضل هدف في أفريقيا. مجلس دبي الرياضي أعلن قوائم المرشحين النهائية لجوائز جلوب سوكر واللي هيتم الإعلان عنها يوم 19 يناير المقبل بدبي. وشهدت قوائم المرشحين النهائية تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي في جائزة أفضل لاعب في العالم، كما تواجد النادي الأهلي بالقائمة النهائية لجائزتي أفضل نادي الشرق الأوسط وأفضل نادي في العالم. تواجد كمان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي بقائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط. كمان ضمت قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل مدرب في العالم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي. اتحاد جدة السعودي تأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية، وده بعد فوزه الكبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الملك عبدالله الرياضي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية واللي بتستضيفها السعودية لغاية يوم 22 ديسمبر الجاري. نادي أرسنال الإنجليزي تعادل مع فريق أيدنهوفن الهولندي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على الملعب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. وبكده بينهي أرسنال مرحلة المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وخلفه أيدنهوفن برصيد 9 نقاط. ريال مدريد حقق الفوز على مضيفه فريق يونيون برلين الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريق ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. أنهى ريال مدريد المجموعة الثالثة متصدر برصيد 18 نقطة ليتأهل إلى دور 16، بينما احتل يونيون برلين المركز الرابع برصيد نقطتين. نادي نابولي اتأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على براغا بنتيجة 2-0، حل الفريق الإيطالي في المركز الثاني ب 10 نقاط خلف ريال مدريد متصدر المجموعة الثالثة وله 18 نقطة، بينما جاء براغا بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط ليتأهل للدوري الأوروبي. نادي كوبنهاجن الدنماركي حقق فوز صعب على جلاتا سراي التركي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا. رفع كوبنهاجن رصيده إلى 8 نقاط المركز الثاني من المجموعة الأولى ليحجز بطاقة التأهل الثانية لدور 16، بينما توقف رصيد جلاتا سراي عند 5 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب ليتحول إلى ملحق الدوري الأوروبي. كمان نادي بايرن ميونخ الألماني فاز على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-0 امبارح على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. بالنتيجة دي بيتأهل بايرن ميونخ لدور 16 برصيد 16 نقطة، وأنهى يونايتد البطولة في المركز الأخير بمجموعته بعد ما جمع 4 نقاط ليودع دوري الأبطال.
نادي انتر ميلان الإيطالي تعادل سلبياً مع ضيفه ريال سوسيداد الأسباني على ملعب جوسيبي في ختام منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. حصل كل فريق على نقطة ليساوي رصيد الفريقين ب 12 نقطة، لكن الفريق الأسباني انتزع صدارة المجموعة متفوقاً بفارق الأهداف وصعدوا لدور ال 16. كده خلصت نشرتنا الرياضية. هنعود مرة تانية لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر مع زملائي في الاستوديو جمانة ومصطفى. شكرا لك يا هالة، شكرا جزيلا. شكرا طبعا لزميلة هالة الحملاوي. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والصحف الأمريكية اللي اهتمت بشكل كبير جدا بالانتخابات الرئاسية في مصر والإقبال اللي شهدته اللجان الانتخابية بشكل غير مسبوق، خصوصا مع تنوع المرشحين في السباق الانتخابي. خلينا نروح كده لقراءة للصحف الأمريكية بخصوص الانتخابات الرئاسية المصرية، وأيضا بخصوص الوضع في قطاع غزة. معنا على الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ محمد العالم، الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بك فندم وسهلا مشاهدينا. أهلا بحضرتك يا فندم. وخلينا نبدأ مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. وكالة أسوشيتد بريس رصدت ان كان في اقبال كبير من الناخبين المصريين على المشاركه في صناديق الانتخابات الرئاسيه. خلينا نتعرف اكتر على تناول الوكاله للانتخابات المصريه قبل ذلك وفي هذه الاثناء. يعني يمكن كان في تركيز كبير من الصحف الامريكيه في العموم على موضوع الانتخابات المصريه، لان دوله بالنسبه للوقت الصحف الامريكيه دوله يعني قوية ومصلية ولها دور كبير في الشرق الأوسط، وبالتالي الانتخابات الرئاسية بيكون لها صدى كبير. أعتقد إن الأعداد كانت لها تركيز كبير في الصحف الأمريكية في العموم، في فكرة إن الأعداد اللي سواء في مصر أو في الخارج كانت بتعبر عن حالة انتخابية جيدة، يعني بتواكب ظروف كلنا عارفينها في غزة وغيرها. لكن في الاخر يعني ده ما منعش المواطن المصري نفسه هو ينزل انتخابات، ويمكن يعني الصحف الامريكيه لما بتتكلم عن الانتخابات المصريه ما بتركزش عليها من الجزء الخارجي على قد ما بتركز على الجزء الداخلي، يعني ازاي المصريين في الداخل نزلوا، وهي دي يمكن كانت يعني المفاجاه الاهم او الشيء الاهم اللي عبر عن النسيج المصري في العموم بيستعد لما بيكون ليه فرصه لتصويت بينزل وبيصوت بشكل يعني حضاري وديمقراطي، وده برضه بينعكس حتى على صوره البلد نفسها، صوره مصر وصوره مصر، ثم بعد ذلك على صوره السياحه، لان دوله بحجم مصر معنى ان هي في الظروف دي تقدر وحسب الشخص يعني كان تقدر ان هي تعمل انتخابات، ده هيعبر تعبير السياسه هينعكس على السياحه والاقتصاد وما الى ذلك. طيب خلينا نروح مع حضرتك لسي ان ان وتغطيه خاصه ايضا للانتخابات الرئاسيه في مصر، وتحت عنوان المصريون يختارون رئيسهم في خامس انتخابات رئاسيه وحملات المرشحين تعلن عدم رصد تجاوزات او خروقات والاقبال غير مسبوق. يمكن ده العنوان العريض في سي ان ان. كلمنا عن هذه التغطيه وازاي رصدت السي ان ان الانتخابات الرئاسيه المصريه. هو يمكن يعني من العنوان نوضح الفكرة ان ما فيش اي مشكلات ظاهره يعني ممكن يلقى عليها الضوء في الانتخابات الرئاسيه، وبالتالي ده عبر عن ان يعني العمليه نفسها الانتخابيه بالنسبه لسي ان ان يعني كانت يعني بتدور بشكل طبيعي، لم يحدث فيه اي تجاوز، ما كانش فيه اي تجاوز من الداخلين، لان في على سبيل المثال شبه تشغيل او تضييق او ما الى ذلك، كل الامور مشيت يعني على ما يرام، وده اللي عبرت عنه في ان وكثير يعني من الصحف الامريكيه. لا طبعا الفكره اللي انا يعني اشرت اليها فكره ان العدد كان كبير وكان مفاجئ مقارنه بالظروف الاقتصاديه العالميه واللي يعني عانى منها برضه المواطن المصري، كانت شان اي مواطن عالمي زائد فكر الظروف السياسيه والظروف العسكريه اللي بتقيد بمصر في الجانب ده، مش بس في غزه ولكن كان قبلها الظروف في السودان وليبيا، لكن يعني المواطن المصري بالنسبه للشيء ان اثبت على ان على الاقل الداخل المصري داخل مستقر، ده انعكس في العمليه السياسيه والقضائيه. صحيح. طب خلينا نروح لصحيفه نيويورك تايمز الامريكيه واللي
ألقت الضوء أو قرنت أو يعني ربطت ما بين الانتخابات الرئاسية في مصر تزامنا مع تفاقم الأزمة في قطاع غزة، وقالت إزاي أن موقف الرئيس السيسي من الحرب في قطاع غزة دفع المصريين للالتفاف حول الرئيس وللمشاركة في هذه الانتخابات. إيه العلاقة ما بين الانتخابات والموقف في قطاع غزة من وجهة النظر الأمريكية؟ أولا يعني قضية غزة وفلسطين في العموم هي قضية يعني لا تنفصل عن الوجدان المصري ووجدان كل مواطن مصري، وبالتالي الإحساس العام المصري المثالي بهذه القضية هو إحساس كبير، حتى يعني وصلنا في بعض الأحيان بسيطة في حياة وبالتالي الوضع المصري أصلا جدا لأهمية غزة، وده انعكس فعليا على يعني فكرة التضامن مع قرارات الرئيس أو تنويهات الرئيس، بأن يعني هناك خطوط حمراء لعملية التهجير على سبيل الإنسان، وإن مصر هتفرضها رفض تام بكل الطرق. ده دفع المواطن المصري إنه ينزل في الانتخابات حسب يعني ما قالت الرسائل الإعلام، إنه ينزل في الانتخابات تعبير عن تضامنه مع رئيس أخذ يعني موقف معين يعبر عن الشارع في قضية مصرية كقضية غزة. أيضا فكرة يعني الخوف من المجهول يعني انعكس أيضا في الانتخابات في فكرة أن الاستقرار هو الأمر المطلوب لمصر في الفترات القادمة، وأن الأحداث الحالية أثبتت أن الدول اللي تم تشكيكها بعوامل خارجية أو مؤامرات خارجية كمثلا اليمن والعراق وسوريا، ما يعني ما فيش أي دور لها في الأوقات الحالية، بل الخطر بيزيد عليها أكثر وأكثر، ويعني أجواءها مستباحة. رأينا أن في يعني ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وفي العمق السوري وربما العمق اليمني بعد ذلك، بهذا يعني كان الأمر يعني في فتنة من المواطن المصري اللي نزل وعبر عن رأيه في انتخابات ديمقراطية، تعبر أيضا كما قلت عن استقرار عام في الداخل المصري لم يهتز بأي أحداث اقتصادية أو سياسية في الوقت. طيب أستاذ محمد، خلينا نروح مع حضرتك من الاتفاق المصري والالتفاف حول رئيس الانقسام ما بين نتنياهو وبايدن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة إدارة بايدن لما بعد الحرب الرامية لتولي السلطة الفلسطينية في غزة. يمكن ده دفع رئيس جو بايدن للتأكيد بأن إسرائيل تفقد دعم العالم، وتبانى تصريحات من الجانبين يعني تبرز هذا الخلاف بينهم. لو حضرتك تطلعنا على هذه التفاصيل وتفاصيل هذا الخلاف. يعني بالفعل أنه هو خلاف كبير بين الإدارتين. أولا هو كان خلاف من قبل الأحداث الحالية على شخص نتنياهو، واللي يعني فكرة الانشقاق السياسي اللي أحداثه في الدخل الإسرائيلي بعد فكرة التعديلات القضائية. النهارده إذا ما نظرنا مثلا إلى التصريحات الأخيرة الرئيس بايدن، كانت تصريحات مفاجئة، يعني قال في اتهم فيها قصد أو بدون قصد يعني الجيش الإسرائيلي بأنه بيقوم بعمليات عسكرية عشوائية أدت لقتل الآلاف، وأن يعني اليهودية فعليا في مرحلة خطر كبير بسبب ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في التوقيت الحالي. هنا تظهر الخلافات. أصل الخلافات جاء من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة أن تمتد لأكثر من بداية العام المقبل، بينما حكومة نتنياهو تريد أكثر وأكثر، وطلبت بخمسين يوم إضافية، وكان هناك حديث من نتنياهو نفسه بأنه يريد هذه الحرب بأن تمتد العام. هذه الأمور لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا تظهر يعني الخلافات بين الجانبين. وأعتقد أن الفترات القادمة هيكون فيها تخلي كبير من الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي، وده طبقا حتى لتصريحات الرئيس بايدن أيضا نفسه اللي قال بأن الدعم العالمي لإسرائيل والأمريكي والغربي بدأ ينحصر نوعا ما بناء على المعطيات التي تقدمها إسرائيل نفسها أو التعنت الإسرائيلي في عدم الاستجابة لمطالبات معينة. وبالتالي أعتقد أن الخلاف سيظهر أكثر يعني مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، إذا لم يعني ينتهي الجيش الإسرائيلي مما يقوم به حاليا في قطاع غزة، ويعني فكرة أن تزداد الأعداد
من الشهداء لآلاف آخرين. هذا الأمر من خطأ استراتيجي حتى عبر عنه الجيش الأمريكي نفسه في تصريحات بأن إسرائيل حاليا تقع في أكبر خطأ استراتيجي في تاريخها، ربما يفكك يعني فكرة الدولة الإسرائيلية بعد ذلك. طب خلينا يعني نروح للداخل الإسرائيلي. في الحقيقة صحيفة وول ستريت جورنال عملت تقرير رصدت فيه حالة تدفق كبيرة جدا من الإسرائيليين على شراء الأسلحة. طبعا ده يعني ربما تزامن مع تدهور الشعور في الداخل الإسرائيلي بالأمن. كلمنا عن التفاصيل اللي رصدتها هذه الجريدة. يعني هي بتحدد فكرة انعدام الشعور بالأمن في الداخل الإسرائيلي في الوقت الحالي بعد الأحداث الأخيرة. ده أولا انعكس على أن يعني كل تقريبا المستوطنات المسمى بغلاف غزة أصبحت فارغة حاليا. انعكس أيضا على أن أعداد يعني من تركوا إسرائيل وصل إلى 350 ألف إسرائيلي غادروا البلاد بالفعل، منهم من طلب اللجوء لدولة البرتغال على سبيل المثال. وبالتالي بدأ يظهر فكر يعني انتشار الأسلحة، لأن حكومة نتنياهو نفسها حسب ما يقول التقرير هي من دعمت هذا الأمر وسلحت المستوطنين ممن يجاور يعني المناطق في الضفة الغربية تحت بند الدفاع عن أنفسهم، وده كان بند فضفاض. حتى حكومة الرئيس بايدن هنا في الداخل الأمريكي هاجمتها وأصدرت قرار بمنع التأشيرة عن أي مواطن إسرائيلي يثبت أنه اشترك في أعمال عنف ضد يعني أهالينا في الضفة الغربية. وهذا اعتراف أمريكي آخر بأن الأسلحة التي وزعت على المدنيين تم استخدامها بشكل سيء، يعني خرق القانون ووصل إلى التعدي على الأهالي في الضفة الغربية. وبالتالي يعني ترى الصحيفة أن هذا الأمر ربما ينذر بخطر كبير، لأن شعور المواطن الإسرائيلي يعني أكثرهم لديهم أوطان أخرى أو حامية أكثر من جنسية، وبالتالي فرصة خروجهم من إسرائيل تكون كبيرة إذا ما استمر الشعور بعدم الأمان. وهذا ما يغذي فكرة أن هذه الحرب لابد وألا تمتد أكثر من بداية العام المقبل، لأن في هذا خسائر لإسرائيل نفسها، خسائر اقتصادية أو خسائر فكرة الحلم اليهودي أو حلم الدولة اليهودية الذي حاليا يعني ينتفي بخروج الآلاف من إسرائيل إلى الخارج أو العودة إلى بلادهم مرة أخرى. أستاذ محمد، خلينا نختم مع حضرتك مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اللي أكدت أنه الجيش الإسرائيلي ألقى 22 ألف قنبلة على قطاع غزة زودته بها الإدارة الأمريكية، ده بالإضافة لإرسال قنابل مخصصة لضرب التحصينات. ويمكن كمان الجريدة الحقيقة عرضت بالأقمار الصناعية شكل قطاع غزة قبل الحرب وما أصبحت عليه بعد الحرب. خلينا نلقي الضوء على هذا المقال أكتر، ويمكن إيه المقصود من هذا المقال؟ هو يعني يمكن فكرة المقال بتبنى على أن حاليا وحسب معظم التقييمات العالمية أكثر من 66% من المباني في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل، وأعتقد أكثر من 70% غير صالح للمعيشة. وهذا ما يعني يفسر فكرة آلاف القنابل، ربما حتى 22 ألف قنبلة ما زودت به الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في الفترة الأخيرة فقط، ما بال بما كانت تمتلكه إسرائيل نفسها. لهذا قيل أن ما ألقي على قطاع غزة يفوق بكثير ما ألقي على هيروشيما أو القنابل النووية التي ألقيت في اليابان في الحرب العالمية الثانية. وهذه كارثة كبرى، واعتراف آخر بأن ما تم في قطاع غزة هو يعني بمثابة جرائم يستحق أن يعاقب عليها كثيرين من يعني الحكومة الإسرائيلية وأولهم بنيامين نتنياهو. أما فكرة يعني الأسلحة المضادة للدروع، كان هناك يعني استغراب كبير لماذا يتم إرسال 40 ألف قذيفة مضادة للدروع والدبابات في قطاع لا يوجد فيه دبابات أصلا ولا دروع عسكرية. وهذا أنبأ بأن يعني ربما إسرائيل تستعد لسيناريو آخر. وهذه يعني هذا الأمر كان ينبأ أيضا بأن توقعات بأن تمتد الأزمة لشرارة حرب إقليمية ثم إلى حرب عالمية ثالثة كانت ممكنة إذا ما استمر يعني الإسرائيليين بنفس الأمر أو بنفس الطريقة التي يقومون يعني
يديرون بها يعني المعركه في قطاع غزه، لان دول الجوار حسمت الامر، الجيش المصري والاردن حسم الخطوط الحمراء وحسم فكره طرف بالتهجير، وبالتالي ليس من صالح اسرائيل ولا الولايات المتحده الامريكيه ان تتحول هذه المنطقه الى يعني نقطه بدايه لحرب اقليميه وعالميه اخرى، وان تخشى الولايات المتحده الامريكيه حتى كل الاطراف لصالح طرف واحد وهو اسرائيل. الاستاذ محمد العالم الصحفي المتخصص في الشؤون الامريكيه، نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معاكم في صباح الخير يا مصر. بصبح على حضراتكم من جديد. في الحقيقه من كام يوم كده يعني في دراسه، يعني ممكن نقول عليها دراسه مثيره للجدل، نشرتها جمعية القلب الأمريكية. بتقول إيه الدراسة دي؟ بتقول إن حوالي نص عدد حالات ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين في منتصف العمر وفي فئة كبار السن بتكون مشتركة أو متوافقة بين الأزواج. يعني هنضرب مثال، لو مثلا أحد الزوجين عنده ضغط دم مرتفع، عنده ارتفاع في ضغط الدم، فهيبقى شريكه أيضا هيعاني كمان من نفس المرض. يعني خلينا نعرف تفاصيل اكتر مصطفى عن هذه الدراسه من الدكتوره جميله نصر استاذ القلب ورئيس المجلس العلمي لزماله القلب المصريه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني اعتقد الدراسه دي فعلا دراسه جدليه جدا، يعني خلينا نعرف كده مدى صحه هذه الدراسه. هل فعلا انه ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال لدى احد الزوجين بيصيب الاخر؟ اولا صباح الخير على مصر، وصباح الخير عليكم، واحنا بنقول تاني عظيمه يا مصر وعظيمه يا مصر ودايما الى الامام. دي دراسه الحقيقه يعني شيقه جدا ومش غريبه، نتائجها مش غريبه. هي دي دراسه نشرتها الجمعيه الامريكيه زي ما حضرتك قلت لامراض القلب، وخدوا بيانات من اربع دول على مستوى العالم، خدوا من امريكا وانجلترا، وخدوا من الصين والهند، وخدوا عدد كبير من الحالات. يعني دول خدوا حوالي من انجلترا 1900 حاله، من امريكا 6000 وشويه، خدوا 3000 من امريكا، 6000 من الصين، خدوا حوالي 22000 من الهند. وعملوا دراسه مهمه قوي، شافوا ان هل الازواج اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم وزوجاتهم في توافق؟ لقوا في توافق. دي الحقيقة دراسة شيقة جدا، بس بتشير لحاجتين. أولا إن هو بيرجع تاني يقول نمط الحياة، نمط الحياة. النهاردة أصبح احنا بنتكلم عن نمط الحياة الصحي، وكنا زمان بنقول نمط الحياة الصحي هو طب تغيير نمط الحياة الصحي. وأنا عايزة أرجع أقول مهمة قوي، ده بيبين إن هم متوافقين في نفس الظروف. الأكل واحد والتمارين وممارسة الرياضة، وده كلام مهم قوي. حتى التوتر النفسي، يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يمكن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب حطت معادلة، أنا شخصيا بحس إن دي معادلة الحياة الصحية. فحطت معادلة بتقول إيه؟ بتقول 0-3-5-140-5-3-0. صفر إيه؟ صفر لا للتدخين، ثلاثة وصفر كمان إحنا بنقول صفر لا للتوتر النفسي، ثلاثة مشي 3 كيلو يوميا أو 30 دقيقة 4 أيام في الأسبوع، خمسة ناخد 5 قطع سلطة أو فاكهة يوميا، مرتين سمك في الأسبوع، نشرب مية كتير، نقلل من السكر، نقلل من الملح. 140 ضغط الدم يكون مظبوط، 5 و3 أرقام دهون بالنظام الأوروبي، وصفر لا للسمنة ولا للسكر. الفكرة من الدراسة دي، على فكرة هي الأول من نوعها، بس هي بتقول لنا حاجة، إن إدارة المرض ممكن تكون مشتركة في الأسرة، إدارة المرض الوقائي مهمة جدا. إحنا بنقول إن إحنا دلوقتي بنتكلم على الصحة والوقاية، والحقيقة الدولة المصرية خدت إجراءات كبيرة جدا في مسألة الوقاية. المجلس القومي للمرأة، لجنة الصحة اللي أنا ليا الشرف إن أنا عضوة في لجنة الصحة فيها، إن إحنا برضو خدنا خطوات. دور المرأة مهم جدا جدا جدا
في البيت، وده بيخلينا ان احنا نرجع تاني نقول صحيح الوقايه. ايوه. طب انا برضو عندي سؤال يا دكتوره. احنا هنا تجاهلنا برضو اشياء كثيره جدا في هذه الدراسه، منها العوامل الوراثيه وهي بتبقى من اهم الاسباب. اشياء ليها علاقه ب تاثير العمل، بيئه العمل. يعني هل الـ 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 الاكل والشرب بس هم اللي بيحددوا؟ انا حد لحضرتك مثال، وانا مش عايز اشخصن القصه، انا عندي ارتفاع في ضغط الدم، يعني انا ضغط دمي مرتفع وباخد علاج لهذا، وزوجتي عندها انخفاض في ضغط الدم، فده هل ده هل ده عكس الدراسه؟ عكس الدراسه تماما. والله حضرتك احنا بنقول كان في توافق ظهر بنسبه 40% في هذه الدراسه، هي بس بتبين لنا الدور المهم لنمط الحياه، لكن مفيش كلام ان في كلام دراسات اتعملت على الجوب ستريس، الوظيفه بتاعه الانسان بالزبط. وارتفاع ضغط الدم العوامل الوراثيه مهم جدا. العوامل الوراثيه موجوده بكل تاكيد انها موجوده، لكن دورها قد ايه يا فندم؟ برضه ليها درجه معينه. فاحنا بس احنا هي بتدينا فكره ان احنا ازاي نقدر، الدراسه دي انا شايفاها ان هي متميزه جدا، بتدينا فكره قد ايه نمط الحياه. بس انا عايزه اقول لحضرتك بقى خبر جميل جدا، ان 80% من امراض القلب يمكن الوقايه منها. 80%. اذا انا لو قدرت حياتي بشكل فيه وقايه جيده، انا هيحصل لي وقايه. طيب خلينا نستغل كمان يا دكتور وجود حضرتك معانا، وسريعا قول لنا روشته الوقايه من امراض القلب. الوقايه من امراض القلب لا للتوتر النفسي، دي صعبه جدا. لا للتدخين، صعبه جدا. حضرتك تقدري تعملي حاجات تحسي انك تبعدي على كل ما هو بيبقى بيتعب الاعصاب. فيها ايه الصبح؟ ان احنا تبقى بيئتنا نكون مبتسمين الصبح كل يوم، يعني ما فيهاش مشكله. يعني هي ممكن ما يبقاش فيها مشكلة، بس يعني نحاول. أوكي. المشي بقى، عايز أقولك بقى حاجة، إن أرخص كبسولة عرفها التاريخ هي المشي. أيوة صحيح. خلي بالك حاجة ظريفة جدا، المشي ده على فكرة لما احنا عملنا دراسة على في مصر، لقينا إن بيكلف عدم مشي المصريين بيكلف الدولة مليارات، يعني كمان اقتصاديات الصحة. أنا عايزة أقول لك حاجة، إن هو بيعمل وقاية من 20 مرض مزمن. إنك تمشي، فكل الكلام ده الحقيقة ده كلام مهم جدا. ما فيهوش أي المشي أرخص كبسولة سحرية عرفها. طب إيه كمان غير المشي سريعا يا دكتور؟ الأكل بقى، الأكل الصحي. إحنا مشكلتنا في مصر إن الأكل الخاص بينا أكل معقد شوية. وكمان إحنا كمان ضفنا عليه الوجبات السريعة اللي خدناها مستورده، وكلاهما مر. فاحنا بنقول عوده للطبيعه. نمره ان احنا ناكل 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا الوان مختلفه، لان كل واحده بيبقى ليها صفه ضد الاكسده، مهم قوي. بنقول تجنبوا الثلاثه اللي هم السموم الثلاثه اللي احنا كلنا عارفين، الملح والسكر والدقيق بانواع. واحنا على فكره في مصر للاسف احنا ضعف الاستخدام العالمي للملح. هقول لك كمان حاجه مهمه قوي، الملح اللي احنا بناكله ده او الكونشس اللي احنا حاسين احنا بناخد ملح قد ايه وبنحطه على الملاحه في البيت عندنا، ده 6%. لكن اغلب الملح اللي احنا بناخده هو من المطاعم، هو من الاكل الوجبات السريعه. فانا بقول لك لا للوجبات السريعه، عوده الى الطبيعه. ضغط الدم محطوط في برضه مهم قوي، لانه القاتل الصامت. ممكن ناس كتير جدا بتكتشف، ويمكن الدولة المصرية خدت خطوات وعملت 100 مليون صحة، وناس كتير جدا. احنا في مصر يا دكتورة سريعا كده، يعني ضغط دم مرتفع اكتر ولا اقل؟ يعني في دراسة بتقول بريطانيا، امريكا، الصين، الهند عندهم ارتفاع في ضغط الدم. طمنينا مصر والدول العربية عاملة ايه سريعا؟ مصر الحقيقة كان في دراسة عملها استاذنا الدكتور محسن ابراهيم سنة في التسعينات، كانت 26، لكن كانت 26% من المصريين عندهم ارتفاع ضغط الدم. النهارده يمكن 100 مليون صحه طلعت ان هي حوالي 30% من المصريين، يعني ثلث المصريين عندهم. بس في نقطه، ده بصفه عامه ضغط دم مرتفع، يعني معنى كده ان انا، وده رقم كبير. أيوة. بنشكر دكتوره جميله نصر استاذ القلب، رئيس المجلس العلمي لزماله القلب المصريه على الطريقه لهذه الدراسه. شاهدينا 9 صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله الحملاوي، تفضلي هاله.
شكرا شمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والري. أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت الانتخابات التي أجريت على مدار 3 أيام إقبالا كثيفا من قبل الناخبين، ونافس خلالها 4 مرشحين حيث تمت تحت إشراف قضائي كامل. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأيد القرار 3/4 أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة، حيث صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل 8 دول أخرى، وأيدت 153 دولة القرار، فيما امتنع 23 دولة عن التصويت. من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تجاهل هذه القوة الهائلة من رفض المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي. 23 abstentions. Draft resolution A/ES. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال مندوب مصر بالأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة سيدخل المنطقة في حرب إقليمية، وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع، مشيرا إلى أن مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على منازل المواطنين بخان يونس، مشيرة إلى وجود اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت الحي الشرقي لجنين بعد تجدد الاشتباكات مع المقاومة، مشيرة إلى أن الاحتلال عزز آلياته وجرافاته في المنطقة. وفي بيت لحم أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الذي داهم عددا من المنازل واعتقل العشرات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن الأوضاع بقطاع غزة. وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن سوليفان سيؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة. وكان بايدن قد حذر في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خسارة إسرائيل للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة بسبب قصفها العشوائي للقطاع. أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا، وقال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن حكومته ستعمل الآن من أجل إدراج هذا القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حد لقوارب المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش. انتهى موجز 9، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. سلم على مصر واحد واحد بالاسم.
برحب بحضراتكم مرة تانية. مجلة فوربس الشرق الأوسط اختارت 3 من شباب مصر، هم منة زغلول، عمر ياسر رزق، ومحمد إيهاب ضمن القائمة السنوية، يعني under 30 لتحت 30 سنة، واللي بتسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة نتيجة التأثير اللي أحدثوه في مختلف القطاعات. كلنا طبعا عارفين مجلة فوربس إن هي مجلة بتهتم برجال الأعمال وبتنشر دايما تقارير خلال يعني شهور السنة بتتكلم فيها عن أفضل رجال أعمال أو أفضل مشاريع تمت أو أفضل مشاريع خاصة بريادة الأعمال. شبابنا اللي بنتكلم عليهم النهاردة أثروا بشكل كبير جدا في العمل المؤسسي لريادة الأعمال، أنشأوا شركة اسمها انطلاق لدعم ريادة الأعمال، بدأت نشاطها في يناير 2022 وكانت بتهدف لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تمكين الشباب، مساعدتهم على استدامة شركاتهم. عارفين ناس كتير ممكن تفتح شركة وما تقعدش كتير، يعني الاستدامة مهم، أيضا الحصول على الاستثمارات المحلية والخارجية. خلينا نرحب بيهم معنا النهاردة، عمر ياسر رزق أهلا بك يا عمر. أهلا بحضرتك. ومحمد إيهاب أهلا بك يا محمد. أهلا بحضرتك. ومنة الله زغلول أهلا بك يا منة. أهلا بحضرتك. طيب خليني هبدا في البدايه مع منا ليديز فيرست، سامحوني منا، يعني واحنا بنتكلم دلوقتي على اختياركم ضمن مجله فوربس، مجله فوربس من اهم المجلات في العالم اللي دايما بتركز على الاشخاص المؤثرين في العالم، وكل يعني حسب كل منطقه. طبعا احنا بنتكلم تحديدا على الشرق الاوسط دلوقتي، بنسمع كتير جدا عن اختيار اشخاص عشان قاموا بمشروع او قدروا ينجحوا بشكل عام ايا كان المشروع ايا كان المجال اللي يعني بيدخل فيه، لكن فكره انشاء شركه لدعم اصلا رياده الاعمال ده يمكن مجال واسع شويه، محتاج خبره كبيره جدا، محتاج تبقوا ملمين بشكل كبير قوي بالعوامل اللي بتساعد في دعم المشروعات الجديده، خاصه ان احنا دلوقتي في عالم الاي كوميرس وما الى ذلك، فمحتاج عوامل كتير قوي. خليني في البدايه اعرف منك ازاي قدرتوا تاخدوا هذا القرار ان احنا مش هنفتح بقى مشروع، لا احنا هندعم المشروعات او الاشخاص اصلا اللي عايزين يفتحوا مشروعات جديده. طيب في البدايه احنا في انطلاق احنا 5 مؤسسين، الخلفيه من رياده الاعمال وقطاعات مختلفه، والخلفيه كمان ان احنا عندنا خبره اكتر، خبره التيم كله اكتر من 30 سنه في قطاع رياده الاعمال. ولما ابتدينا نشتغل في انطلاق ابتدينا ان احنا نشوف ايه المشاكل الموجوده في القطاع ونبتدي نشوف ازاي نحلها. فابتدينا نشوف ان قطاع رياده الاعمال حقق نجاحها خلال الفتره اللي فاتت، بس كان في مشكلتين كبار موجودين، هو انه السياسات او مش متماشيه مع سرعه وتيره القطاع، والجزء الثاني هو عدم وجود البيانات او عدم اتاحه البيانات. فمن خلال ده ابتدينا حطينا استراتيجيه في انطلاق ان احنا عايزين نشتغل على اتاحه البيانات ودعم قطاع رياده الاعمال وكمان الدمج بتاع القطاع. فاشتغلنا على قطاع زراعين، خلال زراعين، زراع مسرعه اعمال انطلاق وهي اللي بتشتغل على البرامج التدريبيه اللي بتساعد الشركات الناشئه في مرحله النمو، وبنديهم الدعم والاستشارات والتدريب والتمويل. وعندنا الزراع الثاني وهو زراع الاستشارات، وزراع الاستشارات بيشتغل اكتر على اتاحه البيانات، على اعطاء زي ريكومنديشنز للسياسات والبوليسيز، بنشتغل على مشروعات استراتيجيه ليها علاقه بدعم رياده الاعمال في الجامعات والاويرنس، وبنشتغل كمان على مبادرات. ومن احدى المبادرات اللي اشتغلنا عليها اول حاجه بداناها هي مبادرة ريادة الأعمال مع منتدى شباب العالم، وكان هدفها هو تسليط الضوء على ريادة الأعمال وإتاحة ثقافة ريادة الأعمال في السوق المصري. يعني حد يتفرج علينا يا أستاذ عمر يقول يعني أنتوا بتقدموا استشارات، يعني مجرد تقديم استشارات، معقولة فوربس بجلالة قدرها تقدر تاخدكم وتخليكم نموذج؟ ردك إيه يكون في؟ يعني طبعا هي فرصه، كانت فرصه بالنسبه لنا كبيره، ويعني زي ما بيقولوا ريكوجنيشن للمجهودات اللي احنا بنحاول نعملها. احنا طبعا زي ما زميلتي منا كانت لسه بتتكلم دلوقتي، هو الهدف الاساسي اللي احنا ابتدينا بيه ان احنا لقينا فرصه واضحه في السوق المصري، والفرصه دي بتتكلم من خلال الارقام. في عدد كبير جدا من الخريجين، يمكن يكون اكبر عدد من الخريجين سنوين في التعليم العالي على مستوى الشرق الاوسط، فده اول جزء. الجزء الثاني في استثمارات كانت موجوده بمليارات الدولارات على مدار الخمس سنين اللي فاتوا في قطاع رياده الاعمال.
فالفرصه غير ان هي متاحه هي متجدده. طب بس عملتوها الفرصه ازاي يعني جبتوا يعني عملتها ازاي؟ ازاي نقدم استشارات في عالم رياده الاعمال؟ برضو حاجه صعبه مش حاجه سهله. اكيد اكيد احنا اللي بنعتمد عليه بشكل اساسي هو البيانات او الـ 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 الابحاث اللي احنا بنعملها او الريسيرش. احنا بنعمل الريسيرش بتاعنا سواء كان على مستوى البيانات الاقتصاديه في نفس الوقت البيانات السوقيه او الماركت ديتا الموجوده، وبنبتدي ندي نبني صوره كامله للسوق او القطاع او الصناعه اللي شركه رياده الاعمال شغاله فيها. سواء الشركه دي احنا بنشتغل برضو بالمناسبه مع الشركات الناشئه المصريه او الشركات الناشئه الاجنبيه اللي عايزه تخش السوق المصري. فمن خلال البيانات دي بنبتدي نعمل التحليلات بتاعتنا، بنبتدي نقيم الفرصه، بنعمل يعني مش عايز اقول دراسه جدوى بس ماركت انتري ستادي او دراسه لدخول السوق. من خلال بقى الدراسه دي بنقدر نحدد الفرصه موجوده فين في الماركت، يقدر يشتغل فين باحسن شكل، ايه الاستراتيجي او ازاي يبتدي يبني الاوبريشنز او العمليات بتاعت الشركه جوه السوق المصري بالتتابع او بالخطوات المطلوبه. سواء بقى من خلال برضو زي ما كلمنا طبعا اتكلمت دلوقتي على ان احنا برضو بنبص على السياسات ازاي يقدر يستفيد من الحوافز الحكوميه والاعفاءات الضريبيه في تاسيس الشركه الناشئه نفسها. محمد هاخد من كلام عمر وهجيلك. مهم جدا فكره البحث او ريسيرش زي ما قال، هي مهمه جدا لان على اساسها هي اللي بتقدر تقرر هتمشي ازاي او هتكمل ازاي والبلان بتاعه الشركه دي. بس هل اللي عايز يستفيد من خبره انطلاق لازم يكون عنده بالفعل شركه موجوده، ولا لو انا عندي فكره عايزه ابدا مشروع عندي بس مجرد الفكره مش عارفه ابتدي منين باجي لانطلاق، ايه اللي بيحصل؟ احنا في الزراعين اللي كنا بنشتغل عليهم هو الزراع المساعد الاعمال، ده بنركز فيه على الشركات اللي في مرحله زي ما بنقول early stage او pre seed، دي اللي هي شخص طلع فكره وفي نفس الوقت بدا ينتج منتج وبدا يبقى فيه تراكشن على الارض او بقى فيه مردود كويس من الناس على الارض للمنتج ده. دي اللي احنا بنشتغل معاهم في مسرعات الاعمال، وبنشتغل بقى معاهم بعد كده ان هم يبداوا يطلعوا خلاص ريفينيوز او يجيبوا مبيعات. دي القطاع او الستيج بتاعت الشركات اللي احنا بنشتغل معاها في مسرعات الاعمال. انما من الناحيه الثانيه من ناحيه الاستشارات، فالابحاث اللي احنا بنطلعها بتبقى شامله من اول الشركات الملياريه اللي هي قيمتها عدت المليار دولار وصولا الى الشركات او الاشخاص اللي هم كمان بيبقوا بس عندهم الفكره. غير كده كمان احنا لما بنشتغل او بنتكلم على زياده الوعي زي مثلا مشروع الجامعات، فاحنا بنحاول نزود من تدريس ماده رياده اعمال في الجامعات المصريه بشكل مستدام. فده بيبدا من شخص في الجامعه عايز يعرف كل ما يخص رياده الاعمال، عايز يعرف ازاي يبدا فكره، عايز بعد كده خطواته زي ما زميلي عمر كان بيتكلم يبدا يستفيد من الحوافز سواء في القطاع الخاص او القطاع العام عامله ازاي وهكذا. فبنحاول نخلق شكل مستدام للشخص اللي عايز يبدا يدخل مجال رياده الاعمال او يشتغل فيه هيعمل ايه بالظبط. يا استاذه منى كلميني عن فكره الاستدامه، يعني انا فتحت شركه النهارده. ناس كتير جدا بتعمل مشاريع تشتغل سنه اتنين تلاته ويبدا الكيرف في النازل. ما تعرفيش بقى الشغف الحماس السوق ما كانوش فاهمينه كويس. فكره الاستدامه دي بتقدموا فيها مشروعات ازاي؟ يعني ازاي اكيد كل واحد وليه سوقه، يعني مش كل الناس بتبقى في نفس المجال. الاستدامه بتاعت اي بروجكت احنا عندنا في انطلاق عاملين زي منتورنج، جايبين منتورز للستارت ابس اللي معانا. الحاجه الثانيه اللي احنا بنشتغل عليها مرشدين، يعني مرشدين بيشتغلوا مع الستارت ابس اللي موجودين في زراعه مسرعه الاعمال لحد التخرج. يعني احنا المفروض هنخرج اول دفعه من الشركات في شهر واحد، بيشتغلوا معاهم لحد ما يوصلوا لمرحله ان هم يبقوا قادرين يكملوا علشان يقدروا يحققوا الجروس اللي هم عايزينه في البيزنس بتاعهم. الحاجه الثانيه اللي بنشتغل عليها هي ان احنا يعني عندنا استراتيجيه ان احنا نبني شراكات مع كل الستيك هولدرز في الايكو سيستم. فلو في حاجة أنا انطلاق مش هقدر أقدمها، أقدر يعني حد من الإيكو سيستم برضو في قطاع ريادة الأعمال يقدر إن هو يساهم معايا، لأن إحنا داخلين باستراتيجية إن هو عشان الإيكو سيستم يقدر ينمو والقطاع بتاع القطاع ريادة الأعمال المصري ينمو لازم يكون في شراكات على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص أو قطاع ريادة الأعمال. فأول حاجة عملناها أول ما دخلنا السوق إن إحنا بنينا شراكات مع كل الستيك هولدرز الكبار في الايكو سيستم واللي عندهم خبرات ممكن يكونوا اكتر من انطلاق في قطاع رياده الاعمال. فابتدينا ان احنا نكمل بعض، فابتدينا انه لو هم عندهم حاجه في الشركات الناشئه عندهم يبعتوهم لانطلاق، او احنا لو عندنا حاجه معينه عشان نقدر ان احنا نخلق حلقه وصل كامله ونتكلم كده. انا حطيت ايدي على سبب النجاح.
بس برضو سبب النجاح يعني منا عدت عليه سريعا كده، بس هو صعب مش سهل، فكرة بناء الشراكات وبناء العلاقات مش بس هنا مع الجهات الحكومية اللي تقدر تدعم المشاريع دي، لكن كمان احنا بنتكلم على شركات عالمية وبنتكلم على دول كمان أجنبية. ازاي قدرتوا تبنوا هذه العلاقات؟ يعني أقدر أرجع الموضوع لكذا سبب. احنا من الأول زي ما برضو منا وإيهاب كانوا اتكلموا في الأول، إن احنا جايين اساسا يعني خبراتنا كلها جايه اما من قطاع الاستشارات بالذات في مجال السياسات العامه، يا اما في قطاع رياده الاعمال. فاحنا كان عندنا فكره قويه عن الستيك هولدر او الجهه المعنيه، سواء الجهه دي كانت في القطاع الخاص او القطاع الحكومي او كمان قطاع شركاء التنميه او شركاء التنميه الدوليين. فقدرنا نخلق فهم كامل عن التاثير او الدور الاساسي اللي كل نوع من انواع الستيك هولدرز او الجهه المعنيه بتقدر تعمله. ففي الجهات الحكوميه كان عندنا فهم كامل لحد ما كبير للقوانين والتشريعات المهمه. في القطاع الخاص كان عندنا فهم اكبر عن الشركات اللي بتعمل، الشركات الخاصه، وده دور مهم جدا، اللي بتعمل برامج الابداع او الانوفيشن كوربريت انوفيشن بروجرامز. وفي نفس الوقت شركاء التنميه كان عندنا فهم كويس عن شركاء التنميه المعنيين او اللي عندهم برامج بتركز على دعم القطاع الخاص في مصر. فمن خلال الفهم ده قدرنا نكون شبكه، او برضو ده جزء من الاستراتيجي اللي كان زمان اللي بيتكلموا عليها، ازاي نقدر نتحرك او ايه الاستراتيجي المناسبه اللي نقدر من خلالها نستفيد بالمجهودات الموجوده هنا وهنا وهنا عشان نقدر ننمو بقطاع رياده الاعمال ونبني شراكات. الحوافز الموجوده في كل جهه مظبوط. غير الحوافز كمان، يعني الحوافز اعتقد ان هي كمان منصوصه بشكل جيد جدا في القانون، يمكن بس التعريفات او التنفيذ هو اللي بيبقى فيه النقاشات دايما بتدور حواليه. بس البرامج اللي بتوفرها اللي شركات القطاع الخاص بتقوم بدور كبير فيها، بس في نفس الوقت برضو شركاء التنمية بيعملوا دور فيها. فازاي نقدر نجمع المجهودات دي عشان نركز او يبقى فيه تركيز على قطاعات بعينها او اجزاء معينة في الايكو سيستم نفسه، نقدر من خلالها نعمل برامج امباكتفل او ذات تأثير قوي على الارض. استاذ ايهاب قولي متى تفشل الشركات؟ يعني في مفهوم اخر 3 سنين فكره تفشل الشركات كان جاي من حد بيحاول ينمو بشكل كبير جدا وما بيحطش رؤيته في الشركه على زي ما بنسميها كده اساسيات البيزنس، يعني اللي هو انا ببيع منتج مفروض بيكلفني جنيه، لو ببيعه بنص جنيه لفتره طويله ده هيخليني اخسر، فده معناه ان انا بحرق فلوس اكتر وهكذا، فمش هعرف يبقى عندي استدامه. فده كان المفهوم الاخر 3 سنين ليه الشركات بتفشل. وطبعا جزء في العمل جزء مهم جدا، الفكره نفسها هل ليها زي ما بنقول ماركت فيت في السوق، ان كان هو بيشتغل في السوق المصري او ان كان الاسواق اللي هو بيشتغل فيها وهكذا. فدي من الحاجات عامه اللي احنا بنحاول نركز عليها الفتره الحاليه، ان هو نزود من جلسات النقاش ما بين كل الشركاء، سواء شركاء في القطاع العام والقطاع الخاص والشركات الناشئه كمان، عشان كل دول يعرفوا يتناقشوا في المشاكل اللي بتواجههم كلهم ونعرف نحلها، وفي نفس الوقت نعرف نوصل في الاخر لحلقه مستدامه. زي ما بنتكلم دايما ان هو الشركه بتنشا وبعد كده بيبقى عندها نمو طبيعي جدا وبعد كده بتعرف تتوسع في الاسواق المحيطه، وده اللي ساعدنا برضو. تمام، نتكلم على الشراكات، ده اللي ساعدنا ان احنا نبني شراكات في حوالي 7 دول، اكتر من 35 شراكه، سواء بنساعد الشركات المصريه انها تتوسع في الاسواق دي او العكس، الاسواق دي بتحاول تجيب لنا شركات حابه تتوسع في السوق المصري. طبعا السوق المصري حاليا بنتكلم على 105 اكتر من 105 مليون، القوى الشرائيه كبيره جدا وهكذا، الشباب فيه تحت 35 سنه اكتر من 65%، فده بيخلينا بالنسبه للمنطقه العربيه او الافريقيه كمان هب كبير جدا للتالنت بالذات، ان هو شركات كتير عايزه تيجي تفتح هنا عشان تشتغل بالشباب المصريين سواء في مجال التكنولوجيا في مجال البيزنس وهكذا. يبقى عمر هرجع لك مره تانية، وحابه اعرف منك كواليس لقائكم، كان في لقاء مهم جدا جمعكم بدكتور مصطفى مدبولي طبعا مزبوط. رئيس مجلس الوزراء، ويمكن في الاجتماع ده اشاد بجهودكم واشاد يمكن بالدور اللي بتقوموا بيه في دعم شركات الناشئه او حتى دعم رياده الاعمال. كلمنا اكتر عن هذا اللقاء وكواليسه، وازاي اصلا يعني او امتى النقطه اللي قدر فيها مجهودكم يوصل للدوله المصريه بهذا الشكل؟ اكيد احنا يعني طبعا الدعم اللي تلقيناه من دوله رئيس مجلس الوزراء وطبعا القياده السياسيه بشكل كبير هو ابتدى
من يمكن المؤتمر الوطني للشباب في اسكندرية. احنا ساعتها كنا عرضنا قدام السيد رئيس الجمهورية خطتنا او الاستراتيجية اللي احنا بنطرحها، وفي نفس الوقت المشروعات اللي احنا شايفين ان هي هتأثر بشكل كبير جدا على قطاع ريادة الاعمال في مصر، ومنها مشروع بورتل او البورتل لريادة الاعمال. البورتال لريادة الأعمال ده بيهدف إن هو يأوتوميت أو يخلي الوصول للبيانات الحكومية، لو حد عايز يوصل لماركت ديتا أو إيكونوميك ديتا يبقى عن طريق تشات بوت، إن يبقى فيه تشات بوت. التشات بوت ده اليوزر أو المستخدم يقدر يتكلم معاه، يسأله زي تشات جي بي تي بس بطريقة تانية. يقدر يسأله لو أنا عايز أعرف دلوقتي مثلا الناتج المحلي الإجمالي لمصر كام، فالتشات بوت بيرد عليه. لو عايز أعرف بيانات سوقية بيرد عليه بالديتا المطلوبة. لو عايز أعرف إيه الحوافز الحكومية بيرد عليه نص بنص القانون. فالمشاريع او الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هي كانت اشهر طويله جدا في التجهيز، واشهر طويله من الابحاث. التيم كله عمل مجهود كبير جدا فيها، فده كان اول جزء من النقاش. الجزء الثاني وهو مشروع تطوير رياده الاعمال في الجامعات، يمكن ايهاب كان اتكلم عن الجزء التعليمي بشكل كبير فيه، ده الجزء. الجزء الثاني هو ان احنا ازاي نقدر نوصل، مش نوسع بس قطاع رياده الاعمال، نوسع ان اي حد في اي نطاق جوه جمهوريه جوه مصر يقدر يوصل، اي شاب يقدر يوصل لمسرعة اعمال، اي شاب يقدر يوصل لحضانة اعمال، اي شاب يقدر يوصل للتعليم ريادة الاعمال في اي حته في مصر. فدول المشروعين اللي كان الاجتماع كله متركز عليهم او كنا مركزين فيهم. وطبعا يعني الاشاده اللي تلقيناها كانت شهاده كبيره جدا. صحيح. من السؤال الاخير، شركتكم ما قبل فوربس وتكريمها اكيد تختلف عن ما بعد فوربس وتكريمها. في مرحلة في النص حصل فيها يعني تكريم، مش حول إقليمي حول عالمي، لأن احنا بنقول للشباب دول يا جماعة بيقدروا يعملوا حاجة مهمة جدا، ودي شهادة جاية من الخارج مش جاية من الداخل، فبتزيد من مصداقيته. تأثير ده عليكم إيه؟ كلميني عن مش مظاهر الفرحة، لا كلميني عن يعني كلام بجد، ما قبل وما بعد، هنعمل كده بعد فوربس. اظن ان احنا لو احنا كنا في انطلاق بنتحرك بوتيره سريعه قبل فوربس، بعد فوربس هيبقى علينا مسؤوليه اكبر ان احنا نتحرك بوتيره اسرع وبافكتيف، يعني يبقى في افكتيفنس اسرع. الحاجه الثانيه برضو اللي انا كنت عايزه اضيف عليها على زميلي عمر، ان احنا لما قابلنا دوله رئيس الوزراء كنا بنعرض تقرير عن رياده الاعمال في مصر، والتقرير ده المفروض يعني كنا هنطلقه ان شاء الله يعني على اخر السنه. التقرير ده بيستعرض بقى اهم النقاط واهم المقترحات اللي المفروض تنمي القطاع، ودي وهو دي اول حاجه بايرورتي لينا بعد فوربس، ان احنا نبتدي نطلق التقرير، نبتدي ننفذ الريكومنديشنز اللي طلعت من التقرير، نبتدي ان احنا نشتغل اكتر على ان احنا نتوسع في المحافظات المصريه عن طريق برنامج الجامعات. فانا شايفه انه بعد فوربس لا، هي المسؤوليه بقت اكبر، ويعني زمايلي يقدروا يضيفوا على كلامي. يعني اعتقد انتوا تاثيركم الحقيقه مش بس وصل ل يمكن الدوله او القياده المصريه، لكن وصل لابعد كمان من ذلك، زي ما كنا بنتكلم على اختيار مجله فوربس ليكو من ضمن اكثر الاشخاص المؤثرين طبعا تحت سن 30 سنه. والحقيقه يمكن في وقت كده ما كانت ناس شايفه انه الشباب المصري بقى مهتم قوي بالمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومفيش حد بيشتغل ومفيش حد باصص للمستقبل. لكن الحقيقه انا لما بقابل يمكن الشباب الحقيقه كتير جدا مهتمين قوي بفكره الستارت ابس او شركات النشأه ومجال رياده الاعمال، شايفه ان افكار كتير جدا بتخرج، افكار جديده، افكار حتى بره نطاق التفكير اللي احنا متعودين عليه. في بعض الاوقات كده كان حتى المشروعات اللي بنفكر فيها كانت كلها شبه بعض، دلوقتي لا، مش ده اللي حاصل. طول الوقت الشباب المصري حتى بيدور على اصغر التفاصيل اللي يقدر يخرج بيها مشروع مهم او مشروع يفيد الناس بشكل كبير. فالحقيقه انا متفائله جدا بالمستقبل اللي جاي من خلال شبابنا اللي موجود، وسعيده جدا ان انتم معايا النهارده، ومتاكده ان احنا هنتقابل تاني وهيبقى فيه كمان انجاز اكبر من اختيار مجله فوربس ليكو. بشكركم طبعا شكرا جزيلا. منى زغلول وعمر ياسر رزق ومحمد ايهاب اللي تم اختيارهم من خلال مجله فوربس الشباب المؤثرة في الشرق الأوسط، نورتونا. شكرا جزيلا ليكم، وزي ما قلنا شهادة للشباب المصري من مجلة فوربس، ما اعتقدش انها محتاجة، يعني احنا مش شباب مستهلك
احنا شباب منتج وعندنا نماذج. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكامل فقراتنا معكم في صباح الخير يا مصر. نفتح في قلب الكون بباب. بنرحب بحضراتكم من جديد. في الحقيقه الاقبال الكبير والمفاجئ وغير المسبوق على المشاركه في التصويت في السباق الرئاسي في الثلاث ايام اللي فاتوا يعني كان بيقول رساله واحده بس، بيقول ان المصريين عندهم وعي وعندهم احساس كبير باهميه هذه الانتخابات، عندهم ايضا اصرار على ان هم يقفوا خلف الدوله المصريه في كل مشاريعها، ومتاكدين على ان الدوله المصريه هتكون موجوده في ظل كافه التحديات سواء الإقليمية أو الدولية اللي موجودة في الوقت الراهن. صحيح، يمكن تفاصيل كتير جدا محتاجين نروح مع حضراتكم ونعرفها. معانا منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا مصطفى صديقي العزيز. أهلا بحضرتك. خلينا نقول إنه على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا الإقبال على التصويت من قبل المصريين كان يعني غير مسبوق وفاق التوقعات الحقيقة. المصريين بالفعل نزلوا وكانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين وان هم يدلوا باصواتهم، مش بس حد يقعد يتكلم او ينظر على مواقع التواصل او او او, أو حتى الناس اللي كانت بتقعد تزايد على فكرة ما احنا هي محسومة، هي الحاجات بقى اللي بنقعد نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. المصريين فعلا نزلوا، راحوا كل واحد صوت حسب البرنامج الانتخابي اللي هو اقتنع بيه. شايف حضرتك هذا المشهد ازاي على مدار بالفعل الثلاث ايام كان الاقبال غير مسبوق؟ شوفي حضرتك، المشهد تحول بالنسبه لي انا كسياسي بقالي سنين الى مشهد مبهج جدا وسياسي بامتياز، لانه الحقيقه احنا بقالنا انا بشكل شخصي بقالي 20 سنه نفسي اشوف مشهد زي ده في حاله الانتخابات. طبعا نزول غير اعتيادي، يعني مصر لم تعتاد في انتخابات رئاسة الجمهورية هذه الكثافة وهذا التنظيم والانتظام على مسار الثلاث أيام. يعني احنا صحيح. كان ممكن نلاقي أول ساعتين ثلاثة في أول يوم كثافة كبيرة جدا، وبعدين اللجان تبقى فاضية. امبارح اللجان بتقفل أبوابها وفي ناس جوه المقرات الانتخابية عايزين يدلوا بأصواتهم، فطبعا يعني إقبال غير مسبوق وكثافة غير عادية ومتعددة. ايه مميزات الاقبال ده؟ اولا التعدد العمري، يعني بتكلمي في شيوخ وشباب وعمره متوسط وناس لسه يدوبك متسجله 19 و18 سنه لسه متسجلين. طبعا المراه اللي موجوده، المراه الريفيه، المراه اللي في الحضر، حتى الاطفال الصغيرين اللي راحوا مع اهاليهم عشان يشوفوا المناسبه الانتخابيه دي، فالتعدد ده مهم. كمان الـ 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 الفئات الاجتماعيه المختلفه، يعني شفنا الطبقة المتوسطة والطبقة العليا والطبقة الفقيرة، كل طبقات مصر موجودة في الانتخابات. فالحقيقة النسيج المرة دي مبهر في تعدده وشكله وانتظامه. اللي حصل ده الحقيقة حدث سياسي مهم جدا، ولو العصر السياسي ده ما تعملش فيه حاجة غير اننا نشوف انتخابات رئاسية بهذه الكثافة وبهذه العمق أو بهذا العمق وهذه التعددية الرهيبة، دي مسألة مهمة جدا. اللي حصل كمان أنه شفنا تنافسات حزبية، يعني إحنا عندنا ثلاث أحزاب خاصين بالمرشحين، مهندس حازم عمر الشعب الجمهوري، الأستاذ فريد مصر الديمقراطي حزب الوفد، دكتور عبد السند، وطبعا سيادة الرئيس لأنه بحكم موقعه مش موجود في حزب لكن في أحزاب بتأيد الدولة. فشفنا على الأقل الساحة السياسية الحزبية بيتنافس فيها 7-8 أحزاب بشكل مباشر تشايفهم بعينك. هو ده اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيه يا دكتور باسل، يعني بعيدا عن مشاركة المصريين، أنا النهاردة هتكلم على الحياة السياسية المصرية من بعد حالة الحوار الوطني اللي أنت حضرتك كنت مشارك فيها، وباعتبار أن الانتخابات الرئاسية هي محطة من ضمن محطات كتيرة جدا هيبقى فيها أشكال ديمقراطية متعددة، إحنا كسبنا إيه سياسياً وحزبيا؟ لا، كسبنا كتير الحقيقه. اول حاجه يا استاذ مصطفى انتظام المسار. الرئيس طلع في افطار الاسره المصريه قال انا عايز اعمل اصلاح بالزبط. سياسي تاخر كثيرا، الناس قالت ده كلام شويه، ولقينا الحوار الوطني قالوا هيبقى تمثيليه، لقينا كل المعارضين والاحزاب المعارضه بيتكلموا بمنتهى الاريحيه، كله بيتكلم وبيطرح افكاره وكله موجود.
تمد الخط على استقامته وتلاقي شركة قطاع خاص بتدي دقايق مجانية زي الشركة المتحدة لكل المرشحين، تمد الخط على استقامته فتلاقي انتخابات رئاسية حزبية. فالمسار السياسي ممتد ومتصل وفي صدق، وده شيء مهم جدا. ده معناه أنه الحياة الحزبية مقبلة على تطور. واللي ما يقراش الخريطة السياسية اللي حصلت في الثلاث أيام دول 10 و 11 و 12 فايته كتير. تطور إزاي يعني برلمانيا؟ يعني أنا متصور أنه خلاص مفترض أن يبقى عندنا أحزاب فاعلة، المجال مفتوح، اتفتح للأحزاب السياسية. الأحزاب عليها شغل بقى في الأرض في الشارع، وهي جربت أنها تنزل ومحدش منحها. يعني أنا عايز أقولك إحنا في كتلة الحوار، أنت عارف إحنا لسه متشكلين من الحوار الوطني، من رحم فعاليات الحوار الوطني، إحنا كنا بنتبنى مسألة المشاركة. يعني ما كانش عندنا مرشح معين، كنا بنشتغل على أن الناس تنزل. إحنا عملنا مؤتمر حاشد في الأقصر، كان في رقم كبير من الناس وناس تانية مستنية بره، والدولة سهلت وسابت المؤتمر وفعلت. ما هو ده عمل سياسي، الدولة بتفتح له الأبواب. فالأحزاب عليها عمل كبير جدا الفترة اللي جاية، المسؤولية بقت عليهم بقى. الأول كنا بنقول المناخ مقفول، الـ 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 السياسة مقفولة، لا، المسألة اتفتحت. انتخابات الرئاسة شاهدة، علينا شغل وعلينا تنظيم، علينا أوراق سياسية تتقدم، علينا تفاعل مع الدولة، علينا حالة حوار حقيقية اللي احنا يعني متبنيين فيها هذا الاسم، انه تتفتح حالة الحوار، يتبني جدار الثقة ما بين المعارضة، الدولة، الأجهزة الأمنية، كل أطراف العملية السياسية اللي موجودة. لازم نعيد بناء الثقة بيننا وبين بعض، ونثق في بعض، وندي المساحات لبعض، ونقدر مخاوف وهموم بعض. يعني أنا كسياسي مقدر جدا موقف الدولة فيما قبل في الفترة اللي فاتت قبل الحوار الوطني على مسألة أنه في إرهاب، وأن أنا عايز أوطد أركان الدولة ووقف الدولة على حيلها، وعايز أهدي الشارع خارج من ثورتين وهبات شعبية كبيرة وإنفلات وكل ده. فكنت متفهم ده لغاية ما جت اللحظة اللي الدولة تصورت أنه البناء التاني للدولة المصرية أنه لازم يتبني على انفتاح سياسي ومشاركة مجتمعية حقيقية، والناس كلها تبقى مشاركة في صنع القرار، لأن ده احنا دايما محتاجين، وهي في الآخر بلدنا كلنا، والناس لازم تشعر بتأثير مباشر في الحكم ومساعدة ليه عن طريق البرلمان، عن طريق انتخابات رئاسية وهكذا. طيب دكتور باسل، كمان كان في مشهد الحقيقة يعني برضو يجب التوقف عنده الحقيقة، من أول الحياد الإيجابي لكل الجهات المعنية، تاني حاجة فكرة التنظيم بقى نفسه، يعني من أول الهيئة الوطنية للانتخابات اللي حتى يعني الاستجابة السريعة جدا لأقل ملحوظة يتم رصدها، واستجابة فورية وآنية، لحد المتطوعين اللي موجودين في اللجان اللي فعلا بيساعدوا بقلبهم، ومن أول يعني من أول دقيقة الصبح لغاية آخر اليوم خالص الحقيقة. ودي أنا عن تجربة شخصية، أنا شفت فعلا مساعدة، الناس موجودة من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة، مساعدة بشكل كبير جدا، الناس موجودة بتروح على طول. ففي مشهد متكامل. فكرة حتى تنظيم الانتخابات دي على فكرة مش سهلة، يعني طبعا هي محتاجة برضو تأهيل عشان أقدر أن أنا أخرج الانتخابات بهذا الشكل. طبعا احنا عندنا 67 مليون شخص في الهيئة الناخبة، يعني مصر كانت منتظرة في الثلاث أيام 67 صحيح. مليون ينزلوا في صناديق اقتراع مختلفة، لجان مختلفة، محافظات مختلفة. فلو حضرتك بتتكلمي على التنظيم والدولة، في حاجة فيها امتياز صحيح. انها تستوعب احنا قد شعوب، يعني الهيئة الناخبة بس قد شعوب متعددة في الدول اللي حوالينا. اتنين، مسألة حضور الهيئة الوطنية للانتخابات، انا الاول مرة الاقي الهيئة الوطنية للانتخابات حاضرة بهذا الشكل المكثف، بيانات على طول، المؤتمرات الصحفية المتعددة على مدار اليوم الواحد بالظبط، كذا مؤتمر صحفي، في اطمئنان، الناس حاسة ان العملية فايتال، حيوية، يعني المشرفين والناس اللي بتنظم والناخبين، الاعلان عن بيانات وعن مشاركات في المحافظات، ما هو ده نوع من انواع الشفافية. ما انا لو قاعد في بني سويف ما انا عارف الكلام اللي بيتقال ده مظبوط ولا لا، ما انا شايف بعيني. فكل ما الاقي ان المعلومة بتطابق الواقع، كل ده ما بيأكد رؤية الناس وثقتهم في العملية الانتخابية. طبعا مسألة التنظيم والجهات الإدارية اللي نظمت، أنا شخصيا دخلت بعد ما عدينا يعني الطوابير، أنا صوتي ما خدش 3 دقايق ما بين بتسلم البطاقة ما بين لغاية ما تدلي بصوتك وتخرجي. فالتنظيم كمان كان غاية في الإبهار. الجهات الأمنية كانت حاضرة للتأمين مش للتوجيه، وده مسار برضو كمان مسار محترم جدا.
انا ما شفتش بعيني في دايرتي وانا عندي دايره انتخابيه وبتاع انتخابات يعني من زمان، ما شفتش توجيهات حكوميه، ما شفتش اتوبيسات حكومه ولا عربيات حكومه ولا ولا ولا. في ناس منظمه نازله، ده شيء طبيعي وانا حبيته على فكره. يعني انا سعيد جدا جدا بماكينه الانتخابات اللي كانت موجوده من الاحزاب، انا مبسوط ان الاحزاب عرفت تنزل الناس. زمان كان ده قاصر على الاخوان، وكنا نقول اصل الاخوان عندها مكنه انتخابيه. يعني ايه مكنه؟ يعني عنده حشد منظم يقدر يروح يجيبه، عارف مكانه، ياخده وينزله ويستلم منه الصوت ويروح. محدش كان بيوجه الناس، لكن ان انا يبقى عندي ماكينه سياسيه بتحشد الناس وبتنزلهم ده شيء ايجابي. وفي الثلاث ايام دول اول ماكينه انتخابيه مدنيه انا بشوفها، الباقي كان تيارات اسلام سياسي. بتحشد الناس برضو بمعنى، عشان المعنى يكون واضح، انهم يروحوا مش بيقولوا يصوتوا، بيروحوا على اساس فهم ووعي واقتناع بالبرنامج اللي هم رايحين يصوتوا له. هو حضرتك طول ما الناخب في ايده قلم وفي ستاره ما هو بيعمل اللي هو عايزه مهما قلت له. يعني الناس في مصر واعيه، يعني مهما قلت لها هو في النهايه مستوعب المساله شكلها ايه وفاهم كويس جدا هو رايح يعمل ايه، وعنده ستاره بيقف وراه. مهما جبتيه في اتوبيس او في طرق منظمه هو في النهايه هيروح يقول صوته. فالمشاهد الانتخابيه الحقيقه مشاهد ايجابيه جدا. خلي بال حضرتك برضو وصديقي الاستاذ مصطفى، الناس برضو شايفه اللي فيه البلد. يعني مساله الكرامه الوطنيه حاضر، الضغط اللي حصل علينا من كل العالم عشان قبول التهجير القسري وتصفيه القضيه الفلسطينيه والدوله المصريه ورفض الرئيس السيسي لها، ورفض الرئيس طبعا، والدوله المصريه كانت حقت صد عنيف ومن اول ولو لحظة. تفتكر كل المزايدات بتاعه زمان، صفقه القرن وهنعمل وهنبيع سينا، وطلع الكلام يعني قدام الناس كلها، يعني كان الرد طبعا. انا معاك جدا طبعا، ما عندناش حد في البلد دي خاين لاي قضيه على فكره. أيوه. كل الناس اللي بتتولى ناس وطنيه مخلصه. رد الرئيس واستيعابه اللحظي على فكره قبل ما الناس تاخد بالها قوي بعمق الضغط. أيوه. كانت المؤتمرات الصحفيه شاهده وفيها كرامه وطنيه، والمصري اعملي فيه اي حاجه، يعني زعليه في اي حاجه، لكن تعالي زعليه في كرامته الوطنيه لا. صح. يستنفر جدا وينزل ويقول انا بلدي وبلدي ليها سياده، انا هساند الدوله، كل القصص دي مهمه. صحيح. القصه الثانيه المهمه انه البلد اتعمل فيها حاجات والناس عارفه تلمسها. يعني في شارع، في محطه ميه، في مصنع، في وسائل مواصلات، في بنيه لتوجيه الاستثمار اللي جاي، في مناطق صناعيه كتير، مناطق صناعيه، في حاجات. يعني قصدي في النهايه في كل واحد في محافظته عارف يلمس على الاقل انجازين ثلاثه وبيمشي عليهم شايفهم. ده دافع للنزول، ان انا مش بس بسمع كلام. ففكره ان انا ابقى شايف الانجاز دي بتديني حاجتين، اولا الثقه فيما حدث والامل فيما هو قادم، دي مساله صحيح. مهمه وده كان موجود. كمان ان في ثلاث مرشحين بجد، ده كان في حمله انتخابيه في منتهى العنف والشراسه، يعني حمله الاستاذ فريد زهران كانت شرسه جدا وبتقول كل اللي ممكن يتقال وما يتقالش. صحيح. بيتقال فين؟ بيتقال على التلفزيونات اللي بتبث على كل المصريين بمنتهى الأريحية. الانفتاح ده مقدر من الناس، يعني الناس بتقدر ان الدولة بتفتح الباب بجد وبتسمع الأصوات بجد. فدي أحزاب حشدت، وكل دي وجهات نظر. يعني كان في أربع وجهات نظر في العملية الانتخابية. صحيح. الرئيس وحملته المؤيدة، فريد زهران وحملته المعارضة الشرسة، حازم عمر و رجل الدولة اللي بيثبت انه رجل دولة، دكتور عبد السند يمامة وحزب اللي وافد بعرقته. يعني فعلا كان فيه كل بانوراما اتجاه. بانوراما كل سياسية، كل اتجاه سياسي، كل حاجة من دي عندها جمهور، كل ده ساهم في الحشد. وفي الاخر الاحساس بالانفتاح السياسي والانفتاح الاعلامي اللي احنا بننادي بيه دايما. اول ما ده حصل الناس فورا بتستجيب، الناس بتسمع اشارات الدولة وتبص لها الاول بريبة، اول ما تلاقي تطبيقات على الارض. صحيح. الناس تستجيب، لانه عايز اقول حاجه يا استاذ مصطفى، السياسه معديه. قولي للناس معديه بالمعنى الجميل، قولي للناس ان في حاجه جميله هتحصل. صحيح. وطبقي ده، تلاقيهم فورا استجابوا. بصفتك يعني كنت نائب في مجلس الشعب في اخطر فتره من عمر الوطن، وانا فاكر ان كان ليك مواقف وطنيه قمه في الحياد وقمه في الوطنيه، يعني ما كانش ليك دافع غير ان مصر تبقى. حاله الاحتقان اللي كانت موجوده قبل كده في الانتخابات وفي العملية السياسية، وحالة التخوين، وحالة اللي بتوصل لسب ونوع من أنواع التهديد بالقتل على شاشة التلفزيون في هذا الوقت. صحيح. وحالة السلام النفسي اللي كانت دايرة دلوقتي، الديمقراطية زي ما يعني بمفهومها،
نقارن ما بين المشهدين ازاي؟ ده سؤال عظيم يا أستاذ مصطفى. فعلا مشهدين متناقضين. كان في حشد في الانتخابات أيام الإخوان، بس حشد محتقن جدا ومعادي لبعضه جدا، وفي حالة خوف كبير جدا على البلد، وحالة يعني نهش للبلد من طيارات وعايزة تقودها وعايزة تسيطر عليها. لا، كان في حالة عصبية مخيفة في الانتخابات اللي حضرتك بتكلم عليها في الفترة بتاعت 2012. الحالة اللي كانت موجودة امبارح حالة مبهجة بتعبر عن السلام الوطني، وان الناس متحدة على البلد. يعني ممكن تبقى مختلفة على المرشحين، كل واحد هينزل يدي حد هو حر، لكن في النهاية الناس كانت متحدة على البلد. حالة الاحتقان مش موجودة، في أريحية، وده لمسناه في حركة الناس حوالين اللجان اللي هي الحركة الهادية اللطيفة. مفيش حتى مشاحنات، مفيش حاجة، مفيش ضغائن بين الناس. حتى اللي نازل عنده طيار بيختاره، هو بيختاره براحته وبيتكلم مع بقية الناس. لا، يعني الحقيقة فرق كبير. والفرق ده يا أستاذ مصطفى اللي حضرتك أشرت إليه هو من أهم الفروق اللي تحسب للقيادة السياسية حقيقي. إن إحنا كنا فين وبقينا فين. صحيح. ما بين مشهد بغيض في احتقان وفي تناحر وفي تهديد بالقتل، وتهديد بالقتل ودعاوى صعبة جدا، إلى مشهد مبهج واختيار وطني وأريحية وراحة وانت رايح اللجان. الفرق كبير جدا. كان هي يعني كل مواطن لو سألته وهو واقف قدام لجنته نيته ايه او هدفه ايه، هو فعلا ان هو خايف على بلده. صحيح. ايا كان بقى قراره ايه. مزبوط. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، نورتنا في صباح الخير. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا استاذ مصطفى. كده خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. نصبح عليكم مرة تانية، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.